بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة استوديو تحليلي عن مباراة الأهلي وبيراميدز، مباراة من العيار الثقيل. يمكن آخر مباراة لعبها النادي الأهلي كانت من 50 يوم بالضبط. لو حضراتكم متذكرين، كانت آخر مباراة كانت بين النادي الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل. يمكن بعدها النادي الأهلي ابتدى بقى يخش في المعارك الأفريقية، وزي ما احنا عارفين او زي ما حضراتكم كلكم عارفين واكتر مني، النادي الاهلي بيلعب على حاجه واحده بس، على البطوله. ما بيلعبش على حاجه تانية غير البطوله. يمكن شفنا الفترات اللي فاتت ناس عماله ايه بتشكك في بطولات النادي الاهلي، وناس تانية تقول لك ايه ما كفاياكوا بطولات بقى. خلي بالكم، انا عايز اقول لكم حاجه، النادي الاهلي غير. النادي الاهلي لو اكتفى ببطوله ما يبقاش النادي الاهلي، مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده نهم للبطولات، يعني بنبقى واخدين بطوله وبنبص، يعني لو حضرتك لاحظت الفتره اللي فاتت يا دوبك بنفرح ساعتين ثلاثه ونبص للبطوله اللي بعدها، مش نبص للمباراه اللي بعدها، لا، عينينا على البطوله. بناخدها واحده واحده، خطوه خطوه، انما عينينا على ايه؟ على البطوله. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيكتفيش ببطوله وينام عليها 10 سنين زي ناس تانية، مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ياخد بطوله ويزيط ويعمل هيصه وزيطه ويفضل يحتفل بيها 20 سنه وبعدين يخسر بقيه البطولات، مش هو ده النادي الاهلي. دي نوعيه مختلفه من اللعيبه. مع احترامي لجميع الانديه، انما النادي الاهلي غير، منظومه النادي الاهلي غير. النادي الاهلي عشان كده في حته تانيه، عشان كده النادي الاهلي بينافس للعالميه. النادي الاهلي ما بيبصش بس تحت رجليه، لا، والنادي الاهلي ما بيبصش لمباراه، لا، والنادي الاهلي ما بيبصش لبطوله. في ناس ثانيه حضراتكم البطوله بتنام عليها سنين وسنين وتقول لك ايه ده احنا خدنا، زي ما يكون مثلا ايه خدوا كاس العالم. بص، بالواقع بيقول ايه؟ ان انت ممكن تخسر بطوله عادي جدا. النادي الاهلي لو قعد يخسر 10 سنين مفيش مشكله، انت عندك، انت حاطط اساس. النادي الاهلي دولاب بطولاته مش دولاب واحد بس، اكتر من دولاب، دولاب بطولاته. لو قعدنا 10 سنين ما ناخدش بطولات لا قدر الله، برضو في فارق كبير جدا 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 بيننا وبين المنافسين. انت بتتكلم مثلا، بقول لك على 10 سنين ما تاخدش بطولات، حتى لو لا قدر الله ما خدتش بطولات في خلال 10 سنين، فرق بينك وبين اي منافس قريب منك عمر زمني تاني. هو ده النادي الاهلي. شفنا الفترة اللي فاتت نغمة عمالة يعني تتقال بقى في بعض القنوات، وخصوصا القنوات المنافسة، يقول لك إيه؟ بيشككوا في النادي الأهلي، بيشككوا في لعيبة النادي الأهلي، يقول لك عندهم مشكلة في التجديد لكذا. أنا اللي عندي مشكلة؟ أنا لو عندي مشكلة يبقى أنت عندك مليون مشكلة، مش ده النادي الأهلي. خلي بالكم، أنا عايز أقول لكم حاجة، اللي بيخرج من النادي الأهلي بيندم كل ثانية، كل ثانية إنه خرج من النادي الأهلي. لو هو اللي واخد القرار أو القرار مش بتاعه. وشفنا قبل كده نجوم كتير قوي 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 ندمت إنها سابت النادي الأهلي وقرار كان بتاعها، ونجوم تانية كان نفسها ترجع للنادي الاهلي وقرار ما كانش بتاعها، ترجع ثانيه واحده بس تبطل في النادي الاهلي. والاسماء موجوده عند حضراتكم وكل حاجه موجوده. في قناه منافسه، القناه دي بتتكلم عن النادي الاهلي اكتر ما بتتكلم عن النادي بتاعها، يعني بتقعد تقول اخبار وتشكك. وزي ما شفنا الكلام ده، خلي بالكم، مش وليده اللحظه ولا بتاع الشهر اللي فات ولا بتاعه الشهر اللي قبله، لا، دي بقى لها كتير على كده. وبعدين يقول لك ايه ده، انتوا الجمهور بتاعكم هو اللي بيعمل المشكله بين الجمهورين، الجمهور بتاعكم هو سبب المشاكل. اذا كان انت سعادتك بتتكلم في القناه بتاعتك اكتر ما بتتكلم عن ناديك، بتتكلم عن النادي الاهلي. واشاعات، مره معلول مش هيجدد، مرة بتفاوضوا لعيب عندنا من الزمالك، لحد ما طلع الكابتن خطيب قال مش هناخد لعيب من أي حتة
إلا عن طريق الأبواب الرسمية. هو الهدف بتحاول الناس التانية تشتت لعيبة النادي الأهلي عن المسار الصحيح بتاعهم. مش ده النادي الأهلي ولا دي لعيبة النادي الأهلي. حاولت كتير قبل كده، حاول كتير قبل كده بكل الطرق، مش هو ده ولا دي نوعية لعيبة النادي الأهلي. يبقى حضرتك أو سعادتك ما تعرفش إيه هو النادي الأهلي. لو عايز تعرف النادي الأهلي أنا أعرفك النادي الأهلي. النادي الأهلي مبادئ وقيم وتاريخ وبطولات وأرقام قياسية، كل ده النادي الأهلي. النادي الأهلي عشان فيك الناس كانت بتتكلم عن الطموح، النادي الأهلي هو فيه أكتر من الطموح في النادي الأهلي. يعني أنت بتتكلم عن مصر وعن أفريقيا وعن نادي بينافس على العالمية ريال مدريد، طموح إيه؟ ده بمناسبة ماتش النهاردة، طموح إيه؟ الناس اللي بتتكلم عن الطموح ده، أنت في النادي الأهلي. هات أي لعيب في أي حتة في مصر، في أي نادي في مصر، مع احترامي لجميع الأندية، وقول له تيجي تلعب في النادي الأهلي، شوف الفرحة، شوف هو هيقول لك إيه. يعني شوف هو هيقول لك إيه. خلي بالك الفترة ديت معروف جدا الناس اللي بتقول الكلام دوت بتقوله ليه. هي عايزة تهدم. أنت شايفاك عمال تكسب، تطلع من بطولة تاخد بطولة، تطلع من بطولة تاخد بطولة، عينك على بطولة، لدرجة حتى الناس اللي ليها في الكرة واللي مالهاش في الكرة يقول هو أنتوا إيه ما بتشبعوش بطولات؟ لا ما بنشبعش. الشبع ده بتاع البطولات مش موجود في قاموس النادي الأهلي. خلي بالك ده في جميع الألعاب. وارد إنك تخسر مرة واتنين، وارد، إنما أنت بتلعب على هدف وعلى بطولة وعايز تكسب مش عايز تخسر. وارد إنك تخسر عادي، بس أنت من جواك مش عايز تأثر، مش عايز تخسر. مش تقولي بقى مش فارقة معاك هي بطولة، خلاص بقى راحت مش مشكلة، أو ما أخد بطولة أفرح بيها 20 سنة وبعدين أخد بطولة تانية بعدها. لا، مش هو ده النادي الأهلي. تعالوا نروح قبل ما نتكلم عن ماتش النهاردة، نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة ونشوف آخر مستجدات عنده إيه. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة 27 للدوري المصري الممتاز. سريعا، النادي الأهلي أغلق الملف الإفريقي بعد الصعود إلى الدور النهائي ومواجهة فريق كايزر تشيفز، بيعود للأجواء المحلية بعد غياب دام لأكثر من 50 يوم منذ آخر مباراة خاضها النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، كانت أمام الزمالك يوم 10 مايو في المباراة القمة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. النادي الأهلي خلاص يعني طوى صفحة الملف الإفريقي بعد الصعود للدور النهائي ومواجهة فريق كايزر تشيفز. دخل في الأجواء المحلية مستر بيتسو موسيماني، عقد جلسات مع اللاعبين لضرورة استغلال هذه الفترة ويعني تحقيق الانتصار في المباراة المؤجلة للنادي الأهلي. النادي الأهلي مؤجل له 8 لقاءات النهاردة. يعني الفريق أو كواليس يوم فريق النادي الأهلي، تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا، ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 3:30 عصرا. مستر بيتسو موسيماني عقد المحاضرة الفنية مع اللاعبين كانت في تمام الساعة 5:30. طبعا مستر بيتسو موسيماني خلال الفترة اللي فاتت اتفرج على أكثر من مباراة لفريق بيراميدز، تابع يعني المباراة البيراميدز مباراتين أمام الرجاء في مباراة الذهاب والإياب لفريق بيراميدز وخروجه من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وقف على بعض مفاتيح اللعب في فريق البيراميدز. طبعا فريق بيراميدز بعد تغيير القيادة الفنية برحيل أروى بارينا وقيادة تكيس جونياس، أكيد أمور مستر بيتسو موسيماني عامل لها حساب. النهاردة كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موجود في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، إن هو طبعا وجود الكابتن الخطيب في كل أغلب المباريات في الفترة الأخيرة بيوصل رسائل كتير جدا للاعبين، كان حريص إن هو يعني يحفز اللاعبين ويلتقي باللاعبين والجهاز الفني، يبعث للاعبين رسائل مهمة جدا وبتوصل للاعبين. وقيمة الكابتن الخطيب انها تكون موجوده دايما في اغلب الظروف بتدي دفعه معنويه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي. طبعا المباراه مقرر اقامته على استاد الاهلي والسلام، ولجنه الحكام او الاتحاد المصري اعلن بطاقم تحكيم بقياده محمد عادل حكم الساحه، يعاونه احمد توفيق طلب مساعد اول والمساعد الثاني
سمير جمال، الحكم الرابع محمود بسيوني، اثنين على تقنية الفيديو هو الحكم مبروك نبيل ومصطفى الشهدي. النهاردة شفنا حالة التركيز عند اللاعبين، الجلسات الثنائية لما بين اللاعبين، الجميع عارف أهمية هذا اللقاء. لاعبي النادي الأهلي الكبار سواء محمد الشناوي ورامي ربيعة، اللعيبة بتتكلم مع بعض، سعد سمير طبعا عارفين اهميه هذا اللقاء بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لمشوارهم في درع الدوري وضروره تحقيق الانتصار. طبعا تحرك فريق النادي الاهلي لملعب اللقاء هيكون في تمام السابعه، ان شاء الله كل التوفيق، كل يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء وتحقيق 3 نقاط ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما شفتم حضراتكم معانا الكابتن الخطيب متواجد على طول، علشان كان في ناس بتقول لك ايه، اصل هو بيروح على الماتشات الهامه بس، الماتشات الافريقيه بس، البطولات اهو. الكابتن الخطيب في ماتش محلي، في ماتش دوري، هو ماتش مهم، ولكن الكابتن الخطيب متواجد مع فرقه الفندق، مش كمان في الملعب بس، لا من الفندق بيؤازر ويدعم فرقة النادي الأهلي، وهم حاسين إن أخوهم الكبير واقف، وده رئيس النادي. أنا بتكلم على واحد بقيمة الكابتن محمود الخطيب، أفضل من أنجبت الكرة المصرية، أسطورة من الأساطير، هو واقف مع أخواته الصغيرين ولاده بيأزرهم وبيدعمهم، علشان خلاص طلعنا من معترك أفريقي دخلنا بقى على الدوري. هم أنا معاكم، أنا وراكو، مهما حصل أنا وراكو. هو ده النادي الأهلي. ماتش مهم، هو ماتش بثلاث نقط من الأول للآخر، هو ماتش بثلاث نقط، ولكن ماتش مهم. المفروض الفترة اللي جاية بإذن الله، بإذن الله النادي الأهلي يرجع بقى الملف الدوري، نبتدي نبص على الماتشات بتاعتنا ونكسب بإذن الله لاستعادة إيه القمة اللي مكانها الطبيعي النادي الأهلي مرة تانية. النهاردة طبعا ماتش مهم مع بيراميدز، وبيراميدز لسه مغيره المدير الفني، ولو نفتكر حضراتكم المدير الفني بتاع بيراميدز النهارده هو المدير الفني السابق لوادي دجله، تاكس جونياس. ويمكن تاكس جونياس الناس كتير جدا عارفاه وعارفه اسلوبه هنا، وعنده هدف طبعا النهارده انه يظهر بمظهر جيد جدا هو ولاعيبه بيراميدز في اول مباراه يؤديها ضد النادي الاهلي. زي ما شايفين حضراتكم على الشاشه كابتن الخطيب، وعلى فكره كابتن خطيب قلناها كتير جدا جدا جدا، بيجي على نفسه في اوقات كتير جدا 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 عشان يحسس اللعيبه او يحسس اولاده واخواته ان هو معاهم في كل وقت، حاسس بيهم في كل وقت، سواء بطولات او مباريات، مباراه محليه زي مباراه افريقيه. وخلي بالكم المباراه المحليه او اي مباراه للنادي الاهلي هي بطوله خاصه، لان النادي الاهلي بيلعب على الفوز زي ما قلنا لحضراتكم. الفوز او المكسب عادي، ممكن تكسب، ممكن تتعادل، ممكن تخسر، ولكن احنا دايما بنلعب على الفوز وبس. انا عايزكم تبصوا على الصوره وتبصوا على الاصرار والثقه اللي في لعيبه النادي الاهلي. المهم تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ونشوف اخر مستجدات عنده ايه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه لك ولجماهيرنا، ويا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم موفق للاعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما انت ذكرت يا كابتن ايمن، هي مباراه بثلاث نقاط لكن لها حسابات خاصه وحسابات عديده. طالعين من البطوله الافريقيه بروح ومعنويات مرتفعه جدا، فالفصل ده مهم جدا، ودي الحقيقه سمه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ان احنا بنقدر نفصل بشكل كبير، بنقدر نجدد الدوافع بشكل كبير، لان المرحله مهمه كابتن ايمن. انت عارف عندنا مباريات عديده، وبدات بقى خلاص مرحله التلاحم من جديد. يمكن كنا يعني مريحين شويه كده من بطوله الدوري وكنا في البطوله الافريقيه، لكن خلاص نقدر نقول بقى دخلنا النهارده في مباراه بيراميدز، وهي مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه. ويمكن الحقيقه بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي حضروا لها بشكل جيد جدا خلال الايام الماضيه، من خلال تدريبات، من خلال محاضرات، من خلال جلسات تحفيزيه مع اللاعبين. مهما كانت الفتره اللي فاتت بالنسبه لبيراميدز وادائه وخسارته وتغيير المدير الفني، لكن يعني محدش ينكر ان هي فرقه مميزه جدا، عندها عناصر مميزه جدا وعندها دوافع وبتقدر تلعب النادي الاهلي كوره، فمحتاجه مجهود
وتركيز كبير جدا. المرحله بدات زي ما بقول لك كابتن ايمن، لان احنا عندنا مباراه النهارده، مباراه بيراميدز، ليها مباراه يوم 4 سموحه، ثم المقاولون، ثم المقصه، يفصل بينهم 48 ساعه على الاقل، فمحتاجه روتيشن كبير، محتاجه قراءات فنيه. فيا رب ان شاء الله النهارده يكون فيتس موسيماني كعادته، قراءاته الفنيه قبل المباراه وتحضيره يكون على اعلى مستوى زي ما تابعناه خلال الايام الماضيه وخلال المباريات، وايضا كمان من خارج الخطوط يكون ليه بصمات عديده زي التغييرات اللي بيقوم بيها وبتكون تصنع الفارق مع فريق النادي الاهلي. الظروف يمكن حطتنا شويه في بعض الغيابات يا كابتن ايمن. عندنا طبعا انت عارف ايمن اشرف بيحصل على 3 انذارات فبيغيب بقيمته الكبيره، واحد من كبات النادي الاهلي ايمن اشرف مع وليد سليمان اللي بيتمنى له الشفاء، يعني مزق فيها الخلفيه في توقيت صعب، نقدر نقول وليد مش محظوظ شويه، لكن الاصابات هي قضاء وقدر، ويمكن وليد من الناس المؤمنه جدا وعارفه ان هذه الاصابات بتكون قضاء وقدر، لكن دوره ان شاء الله يكون مهم حتى وبرسائله وتحفيزه مع فريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه. بينضم كمان بقى للاصابات او الغيابات الرؤيه الفنيه، بيتسو موسيماني الحقيقه يمكن خرج من القائمه اللي بتضم 21 لاعب، وولتر بوليا وناصر ماهل بالنسبه لي الرؤيه الفنيه، محمد هاني وبيكهام لم يكتمل شفائهم حتى هذه اللحظه والتاني موجود عليهم طبعا للدفع بهم في المباريات، ويتبقى بقى محمود متولي وكريم ندبد اللي بنتمنى ان شاء الله يدخلوا سريعا للمباراه. الاجواء هنا الاجواء ايضا مميزه جدا يا كابتن ايمن، هنا في استاد السلام المنشاه المميزه جدا الحقيقه، طبعا حاجه رائعه بتفتح نفس اللعيبه من دخولنا الى المباراه من الخارج من الملعب، والشكر موصول ايضا كمان لشركه استادات الحقيقه اللي ليها طفره كبيره وبصمه كبيره جدا سواء في الانديه وتحديدا في استاد السلام. ان شاء الله النهارده يكون يوم موفق مع لعيبه النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي النهارده ان شاء الله ان يحصل على 3 نقاط هتساعده بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام. والرساله الاخيره هي رساله الكابتن محمود الخطيب وحضوره الدائم والمستمر، رساله اب ورساله طمانينه بتوصل للعيبه بشكل كبير جدا، فيا رب ان شاء الله تكون دوافعها كبيره في مباراه اليوم، وان شاء الله يكون اليوم المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. يمكن زي ما طمنا كريم شويه، انا عايز كمان اطمنه، هو بيتكلم في الاخر وبيقول يعني ان شاء الله الدوافع موجوده. الدوافع موجوده، خلي بالكم في النادي الاهلي الدوافع موجوده في التدريب، يعني على مدى جميع الاجيال لما بتبقى بتشتغل في التدريب بتبقى مش عايز حد يبقى احسن منك، او مش عايز تبقى انت مؤثر في التدريب، تعمل تقسيمه او تعمل مثلا مباراه صغيره بين فرقتين، الفرقتين مش عايزين يخسروا، الفرقتين روحهم عاليه جدا، قلبهم على قلب بعض ولكن روحهم عاليه جدا، هو ده النادي الاهلي. يعني بصوا انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا فخور جدا 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 زي ما جماهير النادي الاهلي فخوره جدا 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 بانتمائها للنادي الاهلي، من حقك تفتخر فعلا ان انت منتمي للنادي الاهلي، ان انت عضو من جماهير النادي الاهلي. احنا بقينا جماهير النادي الاهلي دلوقتي، كنا لعيبه دلوقتي بقينا جمهور النادي الاهلي، وبفتخر ان انا من جمهور النادي الاهلي، وبفتخر جدا 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 ان انا قضيت سنوات عديده في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي ولبست الفانيله الحمراء. الواحد كان يتمنى زمان، وناس ما زالت لحد دلوقتي كده برضو، ان انت تمشي من جنب النادي الاهلي، ده كان يعني شرف ما بعده شرف، فما بالك انك انت تلبس الفانيله الحمراء او تشجع وتنتمي الفانيله الحمراء، تشجع وتنتمي للنادي الاهلي، قلعه المبادئ والقيم والاخلاقيات، وحط تحت الكلام دوت 100 سطر النادي الاهلي مع احترامي لجميع الانديه غير خالص، نادي الاهلي في حته ومع احترامي لجميع الانديه برضه وجميع الانديه في حته تانية، هو ده النادي الاهلي، مش نادي معين في حته تانية، لا هو النادي الاهلي، النادي الاهلي في مكانه تانية خالص. مش بقول كده عشان انا النادي الاهلي، لا انا بقول كده عشان اللي بيشكك في النادي الاهلي يقول لك مبادئ وقيم، روح شوف المبادئ وقيم سعادتك، افتح الصفحه على صفحه النادي الاهلي وشوف المبادئ والقيم، افتح الصفحه على صفحه النادي الاهلي وشوف تاريخ النادي الاهلي، شوف بطولات النادي الاهلي، شوف ارقام النادي الاهلي، وبعدين اتعلم، وبعدين ابقى اتكلم عن النادي الاهلي. دلوقتي هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. كابتن ايمن اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كابتن اسامه عرابي وحشتني، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك مشرفني كابتن. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وحشتك كابتن. اهلا يا كابتن، اهلا بيك، منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. الهداف كابتن احمد بلال، منورنا يا كابتن، ربنا يخليك. الحمد لله كله تمام. عامل ايه في التنس؟ تخسر؟ لا 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 خالص. كابتن شريف يمكن مباراه النهارده أول مباراة في الدوري المحلي للنادي الأهلي بعد 50 يوم غياب، هل الفترة دي بتأثر على العودة مرة تانية للمسابقات المحلية؟
هو بنفس الشكل، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بنفس الشكل اللي بيتناول بيه النادي الاهلي على صعيد جميع المباريات وجميع البطولات. الحقيقه هو الظروف يعني خليتك السنه دي انت البطل، انت صحيح. قدام جماهيرك في كل بطوله بتخشها بيبقى لك وجود معين متطلبات معينه، ما شاء الله اللعيبه والجهاز الفني وكل العاملين في المؤسسه الحقيقه صحيح. على قدم وساق واحد هي انك انت تبقى في المركز الاول دايما، فما بتبعدش ما بتبعدش بعيد. انما النهارده برجوعك للبطوله المحليه اعتقد ان انت لمستر موسيماني فرصه كبيره جدا، وهو الشكل الاول اللي احنا بندور عليه اللي هي العشره باذن الله في افريقيا. فانا بعتبر عودتي للدوري العام تاكيدا لشكل التاكتكس، شكل تقارب اللعيبه من بعض، ثقه اللعيبه في بعض، من فوز لفوز بيديك النتائج ثقة. اللي حققتها بالظبط ايوه بيديك بالزبط. ثقه اكبر انك انت على مختلف بقى، انك انت تروح مع تونس وبعدين ترجع مع مصر تاني بنفس اشكال اللعب اللي انت كنت تلعب بيه. اللعيبه خلاص، انا كنت بكلم معاك قبل ما نخش، اللعيبه خلاص حبت بعض كلها في النجاح، حبت بعض كلها في التحركات جوه الملعب، كل لعيب بقى عارف قيمه اللاعب اللي قدامه وامكانياته قد ايه. يمكن ما كناش متعرفين انا محمد شريف او كلنا في المركز ده، ابتدى يبقى في تاكيد للمركز ده، ابتدى قفشه وحسين الشحات ومحمد شريف يبقى لهم علامات وتفاهم، خدت بالك الامكانيات بعض. ونسبه العلامات والتفاهم والكلام اللي حضرتك بتقوله، خلي بالك برضو الفتره اللي قبل اللي فاتت كان في يعني تردد وكلام من بعض الجماهير للتشكيك في امكانيات مستر موسيماني. برضو الفتره اللي فاتت قربت جدا 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 مستر موسيماني من كل جمهور في مصر، مش جمهور النادي الاهلي بس. انا كنت بتكلم معاك بقول لك ده مش من موسيماني بس، ده من ايام فايلر. ايوه كل ما يكسب ماتش يقول لك بكره هيدينا ايه. أيوه. طب النهارده هيعمل ايه؟ ماشي النادي الاهلي بكل اللي بيعدي فيه ايمن من اصابات وغيابات وتحديات وبطولات ولازم النهارده تكسب وضغوط وكل حاجه، ما احنا بنخش اي بطوله عندنا هو المبدا ده ان احنا لازم نكسب، صح. ما عندناش مبدا تاني ولا عندنا شكل تاني ان احنا بنرتضي بيه لنفسنا ان احنا نبقى في حته في الشكل معلش هارد لك بتبقى قاسيه جدا علينا وعلى جماهيرنا، صح. ما بنشوفهاش. عشان كده كل الناس اللي بتشتغل مستر موسيماني انت بتتكلم عنه ده راجل بيدرس الخصم دراسه عميقة جدا، صح. بيشوف الامكانيات اللي عنده وبيحطها في الملعب. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين البايرن ميونخ، احنا عايزين ال11 لعيبه بالسوبر رانر في الملعب. خلي بالك هو النادي الاهلي بايرن ميونخ مصر الحمد لله ومفيش حد قريب منه الحمد لله. رغم الحمد لله رب. رغم غياباتك، رغم غيابات علي معلول، رغم غيابات محمد هاني، رغم حمدي فتحي، حمدي فتحي ورجوعه ودخوله، جميع الاصابات بتاثر على اللعيبه كلها. طاهر محمد طاهر انا وانت النهارده بنتكلم عنه لعيب جامد جدا، انما صحيح. لما بيبقى فيه اصابات وبتاخرك حسين الشحات لما بيبقى فيه اصابات وعودته ما تبقاش العوده السريعه اللي انت بتدور عليها. محمود متولي نفس الشكل، صحيح. عندك لعيبه كلنا بندور عليها، عندك قوام مستوى اول بالنسبه للاعبين اللي موجودين في مصر، لو موجودين في الحاله الطبيعيه احنا لا حدث ولا حرج بقى، يعني هنبقى فعلا بنطالب، هنبقى فعلا بنحاسب. احنا الفتره اللي فاتت مش قادرين نحاسب، والحمد لله في نتائج كبيره جدا موجوده على ارض الواقع وتتحقق باذن الله لمستر موسيماني والجهاز الفني والمؤسسه كلها، يعني اللي هي الحقيقه ما بخليتش على حد باي حاجه، ولا انتم هنا في الاستوديو ولا احنا، يعني دايما بنعدد ودايما بنتكلم ودايما بننصح ودايما صحيح. بنقول ودايما بنشوف اي حاجه، بنشوف اللعيبه في النادي وبنتكلم معاها. يعني انا مبهور بوليد سليمان والروح اللي هو فيها الحقيقه، مبهور ببقيه اللعيبه، التكاتف اللي هو ده اللي بيوصلك النجاح. فالنهارده ان انا هقابل بيراميدز او هقابل اي حد هو بنفس الشكل بنفس المعطيات بتاعه كل مباراه، صحيح. هو ده النادي الاهلي، هو ده التيشيرت الاحمر. فبكل التوفيق النهارده ان شاء الله يا كابتن باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، ماتش مهم، ماتش صعب، وبقالك كتير غايب عن المسابقه المحليه اللي هي البطوله المفضله لدي، هل البعد دوت وانت كنت مركز في ماتشات افريقيا وبطوله بره بطوله الدوري غير بطوله الدوري ممكن ياثر عليك شويه في البدايه النهارده؟ لا مش مع النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي طول عمره بيلعب في اكتر من مسابقه وبيبقى هدفه البطوله سواء افريقيا كاس دوري، فالهدف بيبقى لينا واضح، واللعيبه من كتر تراكم الخبرات اللي عندها سنين كتيره بيعرفوا يفرقوا بين كل مسابقه على حده، يعني بيركزوا في البطوله او في المباراه
اللي قدامهم في اي بطوله بتركيز كبير وبيخرجوا بسرعه بعد البطوله. فالماتشين طبعا بتوع الترجي كانوا مهمين جدا وعملنا فيهم اداء هايل والحمد لله انه معانا على الشاشه كابتن اسامه وصول لعيبه النادي الاهلي لملعب المباراه ملعب الاهلي وي السلام اللي هو وشه حلو على النادي الاهلي بصراحه. طبعا زي كل ملعب وشها مش وشها حلو النادي الاهلي وشه حلو على جميع الملاعب الحمد لله. ما هو ده نتيجه جهود سنين طويله وخبرات كتيره من الاداره للاجهزه الفنيه للاعبين في تركيز دائم. عشان كده انا قلت لك كل بطوله النادي الاهلي بيركز فيها على حده على حده رغم ان بيلعب في خمس ست بطولات في الموسم. انا شايف انه موضوع البعد عن اللعب اللي هي فتره الراحه النادي الاهلي خدها فرقت كتير جدا 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 في ادائه. فرقت ايجابي ولا ايجابي؟ ايجابي ايجابي. لانه النادي الاهلي قعد حوالي شهر ونص لعب فيهم عدد مباريات كبير جدا كل 3 ايام مباراه يعني ضغط كبير جدا على اللعيبه بدني وعصبي وذهني وحصل اصابات حصل غيابات لناس كتيره لان كل 3 ايام بتلعب فبيعدي ممكن من اللعيب 4 أو 5 مباريات زي ما حصل صح. مع علي معلول فتره وحمدي فتحي وغيره يعني. ففتره الراحه كان النادي الاهلي محتاجها قوي حتى الناس كانت بتنتقد احيانا شكل الاداء رغم ان كنا بنكسب الناس كانت بتنتقد شكل الاداء لكن الراحه رجعت الناحيه اللي هو الايه التركيز وراحه الجسم نفسه خلت عصبيا اللعيبه مرتاحه فادت اداء افضل في مباراتين الترجي وبوضوح يعني مش نتيجه بس اداء وكان سببه الراحه فتره الراحه اللي اللعيبه خدتها. فانا شايف انه ده ينعكس بالعكس على مباريات الدوري العام واولها طبعا النهارده مع بيراميدز اللي برضو عنده هيبقى عنده دوافع لانه خسران كل حاجه السنه دي كان امله انه ينافس مع الاهلي والزمالك على الدوري ما حصلش بعيد جدا كان امله ياخد الكونفدراليه السنه اللي فاتت وصل نهائي وخسر السنه دي قبل النهائي وكان يعني ضيع 3 ضربات جزاء في اوقات حرجه كان ممكن يوصل بيهم خسر فتاني بطوله. فانا اعتقد النهارده برضو زي ما النادي الاهلي عنده دوافع كبيره جدا هم برضو ايضا بالنسبه لهم دي بطوله خاصه انه نفسه يعمل مكسب مع النادي الاهلي او حتى صحيح. تعادل ما يخسرش يعوض نفسه شويه عن الخسائر اللي حصلت له في الدوري العام والكونفدراليه. فاتمنى النادي الاهلي يكون تركيزه اكبر وان شاء الله فتره الراحه اللي زي ما قلت لك ان شاء الله تعود بايجاب زي ما عادت بايجاب في افريقيا ان شاء الله في الدوري كمان. كابتن اسامه كابتن عادل يمكن كابتن اسامه اتكلم في نقطه مهمه جدا وهي الروح المعنويه. النادي الاهلي داخل المباراه بروح معنويه عاليه جدا بعد تاهله بعد ما فاز على الترجي ذهابا وايابا وتاهله المباراه النهائيه على العكس من بيراميدز اللي بيدخل المباراه وما حققش النتيجه اللي كانت الناس بعض الناس بتتمناها ان هي توصل لنهائي الكونفدراليه. بس انا عجبني يا كابتن السؤال اللي قلته ان 50 يوم بعد عن الدوري الرجوع بيمثل ايه لاي تيم كوره. خلينا نتكلم على النواحي الفنيه بقى يمكن الكباتن اتكلموا عليها من النواحي المعنويه والشكل والاداء لا احنا عاوزين نتكلم عليها من النواحي الايه النواحي الفنيه بقى اللي هي انت بتلعب الترجي في بطوله افريقيا وقبلها بتسافر وبترجع وبتروح احمال مختلفه عشان فيها سفر عشان فيها راحات وبعدين لما بتيجي تلعب مباراه غير مباراة الدوري فيها كم الجري أكتر فيها الشد العصبي أكبر فيها الإعداد والاستعداد ليها أعلى علشان أنت بتلعب مباراتين ممكن تخرج بره بطولة وبطولة غالية عليك وبطولة في الوقت الحالي كانت هي من ليها أهمية عن الدوري شوية لكن لما ترجع أنت بتلعب في الدوري بعد 50 يوم من الراحة مش بتكلم عن الراحة السلبية أنا بتكلم عن الراحة من لعب الدوري المسابقات المحلية غير المسابقات الأفريقية. النهاردة النادي الأهلي هيتغلب عليها في أول ربع ساعة المفروض ليها شغل خاص إزاي اللي هو أنت أول حاجة أنت هترجع
بلاعبين ممكن تكون هتغير مكان او اثنين او ثلاثه او اربع افراد من المباراه الاخيره بتاعه الترجي او مباراه بطوله افريقيا، لانك انت بتلعب فرقه ليها احتياجاتها، انا بتكلم على الترجي وليك احتياجات المباراه، فانت بتعمل ايه وبتلعب مين علشان يعمل لك المهام دي. ممكن انت بتلعب بيراميدز فرقه في الدوري، يعني سهل جدا للعيبه كده تفصل نفسها مره واحده بعد غياب 50 يوم، وانت كنت في ماتشات افريقيه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وتخش الدوري بمفهوم مختلف. كابتن ده شغل نفسي للمدرب، وده حاجه مهمه زيها زي التدريب، انك انت ازاي هتخرج بيهم بفيديوهات، انت مش تخرج بيهم في الملعب. يعني انت ما تقدرش تيجي تقول لهم انا هدربكم تدريب لبيراميدز، لكن تقدر تخرجهم من تركيزهم في الترجي وفي بطولة افريقيا، تاخدهم بالفيديو على بيراميدز بتلعب ازاي، عملت ايه، وتغير الفكر بقى انك انت رايح تلعب مباراه دوري. غير مباراه كاس زي بتاعه افريقيا زي بتاعه الترجي. فهي دي مهمه قوي الشغل فيها للمدرب. الحاجه الثانيه بقى اللي هي الدريه، اللاعب طبعا زي ما الكابتن اسامه قال، اللاعب مهم جدا، خبراته العاليه، متمرس في الموضوع ده، لعب قبل كده ورجع تاني للدوري وبعدين يرجع لبطوله افريقيا وبعدين يرجع للدوري تاني. هي دي اللي خبرات اللاعبين. وحاجه تانية مهمه يا كابتن ايمن، المجموعه الكبيره اللي جوه الفرقه دي مهمه للغايه، المجموعه الكبيره اللي جوه الفرقه اللي بتغير من طموح لطموح. ممكن ناجل طموحنا في بطوله افريقيا دلوقتي لان ممكن لعيب صغير خبراته قليله يفضل حايش في حلم افريقيا بس وينسى موضوع الدوري، لكن اللعيب الكبير عدى عليه الامر ده اكتر من مره، فممكن يقعد ويقول للعيبه لا ده احنا نفصل بقى خالص. وانت عارف يا كابتن ايمن الفصل ما بين بطوله افريقيا وبطوله الدوري بتبقى شعره واحده، ويمكن كلنا الكباتن كلهم جربوها، يعني بتبقى شعره كبيره انك انت في اول مباراه بتبقى فيها خطوره عليك لما بترجع للدوري. فاتمنى النهارده ان احنا نتخطى نفسيا اللي هو الرجوع من 50 يوم للدوري المصري، وبالاخص ان في فرق كتيره والفريق المنافس كسب مباريات كتير في بنات كتيره. بمناسبه الكلام اللي قاله كابتن بلال الكابتن عادل، المؤجلات دي بتعمل ضغط عليك ولا ما فيهاش ضغط عليك، لان الخصم فرق بينه وبينك كبير قوي دلوقتي؟ لا بتعمل ضغط طبعا، يعني انت النهارده بتلعب على بطوله، بتلعب على دوري عام، وبينك وبين الزمالك اعتقد حوالي يمكن 20 نقطه تقريبا بالظبط، فدي بتخليك انت كل مباراه بالنسبه لك مباراه كاس صحيح. مش مباراه دوري، يعني انت النهارده الفرق ما بين مباراه افريقيا ومباراه الدوري العام ان مباراه افريقيا مباراه نوك اوت، انت مطالب انك تكسب في كل مباراه او مطالب انك تحقق نتيجه ايجابيه، لان المباريات بتبقى رايح جاي تمام يعني هم واوي، يعني انت اوي هم، فانت النهارده عايز تحقق نتيجه بره ايجابيه عشان تسهل عليك الاداء داخل ملعبك، او العكس، او نتيجه جيده جوه ملعبك عشان بره تبقى مستريح شويه. يعني قصدك ان النتيجه مرتبطه بمباراتين مع بعض بالظبط. النهارده الدوري العام مختلف شويه صح، يعني يقبل القسم على اثنين في بعض الاحيان، يعني بعض الاحيان تقبل انك تتعادل مفيش مشكله، عندك الاستمراريه، عندك ماتشات كتير فعندك استمراريه، ممكن الخصم بتاعك يقع في وقت من الاوقات ما بينك وما بين الخصم في مباريات هتلعبها تاني، فانت النهارده ممكن برضو بالنسبه لك دي تبقى نقطه ايجابيه مش سلبيه، او سلبيه بالنسبه للخصم مش ايجابيه. فالنهارده الاهلي اكيد مستر موسيماني عارف ان هو هيمر بضغوطات الفتره اللي جايه دي كويس. لان النهارده انت عايز تكسب، كل ما بتكسب كل ما بتبتدي تعكس بقى خلاص بالزبط. يعني انت النهارده قبل الماتش الضغوطات عليك، بعد الماتش الضغوطات على الخصم، لانك ابتديت تقرب، وزي ما انت قلت من شويه ان الفروقات ليك مش عليك. الاهلي لو كسب كل مؤجلاته هيبقى فرق 4 نقاط لصالح النادي الاهلي، فدي هتخلي كل مباراه بيكسبها النادي الاهلي تحط ضغط كبير على الخصم، هتخليه بيلعب مباراته اللي جايه وهو عارف في حساباته دايما عارف. واحنا لعيبه كمان كنا بنقول ايه، احنا عندنا لسه 7 ماتشات في 3 ب21، الزمالك مزبوط. عنده مثلا 5 6 ماتشات لو اتعادل، طب هو عنده النهارده عنده بيراميدز وعنده مثلا المحل بره وعنده الاسماعيلي صح. فدي حاجات حسابات للمديرين الفنيين، ومش وفي بعض الاوقات بتتدخل فيها اللعيبه الكبيره زي ما قال كابتن عادل من شويه، لان دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه للعيبه الكبيره انها خاضت تجارب كتيره جدا وعندها خبرات كبيره قوي، تقدر تنقل للاعيبتها ان المباريات الكبيره
بتخليك يعني النهارده الاهلي ان شاء الله يكسب بيراميدز هتخلي المباراه اللي جايه اسهل بالنسبه لك. لما تكسب فرقه كبيره اللي جاي بيقلق منك بيخاف، على عكس لو لا قدر الاهلي النهارده اتغلب هتلاقي اللي جاي طمعان فيك شويه، حاسس ان في خلل شويه في الدوري العام، على عكس طبعا مباراه افريقيا. فيبتدي النهارده يعمل يغير حساباته شويه، حساباته الفنيه وحساباته المعنويه. النهارده انت جاي بتلعب فريق جريح خارج من بطوله افريقيا، عايز يحقق حاجه في الدوري العام، خلاص هو خرج بره البطوله، بيلاعب بطل افريقيا، بيلاعب الفريق المتاهل للنهائي، امكانيات وقدرات ومعنويات لعيبه النادي الاهلي مرتفعه جدا صح. جدا، ولكن بتلاعب فريق ما عندوش غير هدف واحد فقط لغيره صح. المباراه بالنسبه له لا تقبل القسم على اثنين على عكس النادي الاهلي مزبوط. وهو كمان مديره الفني مش مضغوط على عكس مستر موسيماني. النهارده مستر تاكس مش مضغوط، وراجل جاي بقى له يومين ثلاثه، حتى لو خسر من النادي الاهلي ما عندوش ازمه، ما عندوش مشكله. لو غير في طريقه اللعب ما عندوش مشكله، مش محسوب عليه قوي. حتى لو اتغلب النهارده 3-4 اكيد فرقه اكيد بيراميدز مش هيشيلوه او مش هيخلوه او مش هيعاتبوا عليه او وحسابات ثانيه مختلفه. لكن بالنسبه للنادي الاهلي النهارده مستر موسيماني داخل الدوري العام وهو عنده هدف، هدف ثاني مختلف غير هدف افريقيا، هدف انك عايز تكسب، عايز تقرب من المنافس صح. عايز تضغط عليه، وبتلاعب فريق كبير، ومش يعني ومش عايزين ننكر او نتناسى ان في بيننا وبين بيراميدز برضو يعني دي مباراه للتحدي. يعني احنا بنلعب بيراميدز على التحديات، احنا النهارده داخلين في كل مباراه بنلعبها مع الفرق الكبيره سواء كان زمالك او بيراميدز او مصري او اسماعيلي، دي الفرق الكبيره بالنسبه لك، ده تحدي كبير صح. دي بطولات لوحدها. فاتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى فريق النادي الاهلي زمالك كباتن ولاعيبه النادي الاهلي تخرج من افريقيا وتدخل جوه الدوري العام المصري. هو زي ما قال الكابتن احمد بلال، يمكن النادي الاهلي مطالب انه يكسب المباريات المؤجله، وزي ما قال بقى انت كل مباراه، لان الظروف دي احنا مرينا بيها كتير قوي مع جميع الانديه ومع المنافس اللي هو قريب منك دلوقتي. كل ما بتكسب انت ماتش، انت بتكسب ماتش من الماتشات المتاجله، بتحط ضغط عليه، وفعلا نفسيا بتحس ان الضغوط قلت عليك شويه وراحت ليه، وده كمان هيبان. ابقوا افتكروا الكلام دوت بس، ان شاء الله بس النادي الاهلي يكسب المؤجلات، المؤجلات ديت لما النادي الاهلي يكسبها الضغط هيروح للفرقه الثانيه اللي هو المنافس معاك، وهتلاقي ان المنافس هيفقد نقاط. وخليكم برضو فاكرين الكلام دوت. اللي انا عايز اقوله قبل ما ارجع للكابتن شريف، نقول المؤجلات اللي للنادي الاهلي طبعا من خلال الجدول. جدول الترتيب بيقول ان الزمالك لعب 27 مباراه في المركز الاول، 27 مباراه. النادي المصري البورسعيدي لعب 27 مباراه في المركز الثاني، النادي الزمالك ليه 61 نقطه، النادي المصري ليه 43 نقطه. النادي الاهلي لعب 19 مباراه فقط. 19 مباراه فقط. ليه 41 نقطه. سموحه لعب 27 مباراه ليه 40 نقطة. الاتحاد السكندري 27 مباراة 38 نقطة. انبي في المركز السادس 27 مباراة 37 نقطة. احنا لسه ما جيناش لبيراميدز لحد دلوقتي. مصر المقاصة 26، مصر المقاصة 26 مباراة 36 نقطة. الجونة 27 مباراة 35 نقطة. الإسماعيلي 26 مباراة في المركز التاسع 35 نقطة. إسماعيلي حاجة تانية مع إيهاب جلال. طلائع الجيش في المركز العاشر لعب 27 مباراة 34 نقطة. بيراميدز في المركز ال11 لعب 22 مباراة، يبقى ناقص له خمس مؤجلات في المركز ال11 زي ما قلنا ليه 34 نقطة. سيراميكا كليوباترا في المركز ال12 لعب 26 مباراة 32 نقطة. غزل المحلة لعب في المركز ال13 لعب 27 مباراة ليه 32 نقطة. المقاولين العرب في المركز ال14 لعب 25 مباراة ليه 29 نقطة. نادي أسوان في المركز ال15 لعب 26 مباراة ليه 24 نقطة. وادي دجلة المراكز بقى اللي هي عليها كلام 16 17 18. نادي وادي دجلة لعب 26 مباراة ليه 22 نقطة. البنك الأهلي لعب 25 مباراة ليه 22 نقطة. الإنتاج الحربي لعب 25 مباراة وليه 17 نقطة، وده موقفه صعب جدا جدا جدا. كابتن شريف، من خلال جدول الدوري مازال النادي الأهلي برغم ان هو أقل فريق لعب
لعب 19 مباراة، إنما هو في المركز الثالث ب 41 نقطة، ومازال حتى الآن أقوى خط دفاع وأقوى حارس مرمى موجود في أفريقيا طبعًا كلها طبعًا الحمد لله يعني. و معطيات النادي الأهلي إنه بيلعب على المكسب فقط يعني، هو ده الوضع الطبيعي. أنت كان في ماتشين كمان إحنا اتحرمنا من العدالة التحكيمية فيهم، أنا ما أعرفش يعني لو كنا في عدالة تحكيمية في المباريات دي إحنا كان زماننا نبقى في المركز الثاني ومقربين إن إحنا نخلص الدوري بثلاث أربع ماتشات ناخدهم إن أدفانس يعني في الماتشات اللي جاية دي. إنما إحنا على كلام كباتن، قصة إن أنا أرجع من أفريقيا أروح الدوري وأطلع من الدوري أروح أفريقيا وأخش عشان أحافظ على السباق اللي هو في الدوري العام ده، كل سنة إحنا بيحصل كده يا كابتن بلال وكابتن عادل. إحنا كل سنة في نفس الشكل ده، كل سنة في نفس الموال ده، وياما فرق كانت قبلينا ب 11 بونت و 15 بونت و 16 بونت، وبترجع أنت في السباق بتاعك انك انت يعني ما بص في ورقتك مالكش دعوه باي حاجه تانية غير كل مباراه بمباراه. صحيح. كل ظروف بتبقى عندك انت من اللعيبه بمباراه يعني، كل وقت وتاكتكس وشكل، كل ما هتقرب على مباراه افريقيا هيبقى لك شكل تاني، هيبقى لك وضع تاني، هيبقى لك نوعيه لعيبه معينه انت بتجهزها برده بفكر المدير الفني. ف المدير الفني حتى اسلوب لعبه بلال بتاعنا بيجي يعمل تاكتكس بتاعته جوه تقسيمه يعني، ما بيعملهاش خارج تمرينات ضربات ثابته بس، لا ده بيعمل بيحب هو المباريات، بيحب اللاعب على طول يبقى في حاله على طول كومبيتيشن على طول. أي. بيحسس اللعيبه انت عندك اي وبي في الفرقه، لا انت عندك كله ايه. صحيح. فكله ايه بيلعب بعض، وهي لعيبه الاهلي كلها المفروض ايه يعني، ما هو كلها ايه يعني. عندك كابتن بعد اذنك ممكن نقول بس تشكيل النادي الاهلي وحضرتك تكمل كلامك بعد كده. التشكيل النهارده هيبقى محمد الشناوي حارس المرمى، ناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعه، قدامهم ثلاثه ديانج عمرو السليه حمدي فتحي، والثلاثي الامامي هيبقى قفشه طاهر ومحمد شريف. نقولها مره ثانيه، الشناوي حارس المرمى، اكرم توفيق ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعه، قدامهم ثلاثه ديانج حمدي فتحي عمرو السلية، وخط وسط وهجوم الوسط الامامي والهجوم قفشه طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، الاحتياطي علي لطفي محمود وحيد ياسر ابراهيم محمود كهربا مروان محسن حسين الشحات اجاييه صلاح محسن وسعد سمير. اتفضل يا كابتن. تمام، ما حصلش غير كتير عن ال هو تغيير واحد، تغيير واحد رامي ربيعه، رامي ربيعه مكان ايمن اشرف، ايمن اشرف ولكن بيلعب بنفس طريقه الماتش اللي فات. خلاص انت عندك الستار الحديدي بتاع نص الملعب بتاعك. لا رامي ربيعه مجبر يعني. ها؟ لا لا انا بتكلم على طريقه اللعب، ان هو محافظ على الثلاثه ديانج وحمدي فتحي والسليه. هو خلاص مكتسب معطيات الملعب كله في نص ملعبه، تديله حركه التحرر، حتى بتدي لمحمد مجدي قفشه تحرر كبير قوي في هذا الستار الحديدي اللي انا بسميه. في تفوق ديانج وحمدي فتحي مع عمرو السوليه النهارده اللي هو بقى عنده ارتياح نفسي حتى وهو بيلعب، ان جنبه اثنين شايلين الدنيا كلها. بس يا كابتن بتفقد الاهلي طرف من الاطراف في بعض الاوقات، بتبقى محتاجه مجهود يعني يا بلال اكتر يعني، بتفقدنا طرف من الاطراف يعني. انا الخطه دي يعني فيها تميز ان انت في نص ملعب نص ملعبك مقفول، ما عندكش ازمات في الناحيه الدفاعيه، لكن برضو بتفقدنا بعض يعني في الحاجات اللي في الحته الهجوميه، بيبقى عندك طرف ناقص دايما، لان دايما انت عارف طريقه لعب مجدي قفشه بتبقى ان هو بيضم نص ملعب عشان يبقى هو البلاي ميكر صانع الالعاب، حته يلعب حته الطرف دي بتبقى قليله شويه. بس بقول لك في حاله تعويضيه بتحصل لك من علي معلول لما بيكمل على نص الملعب وبيزود في حاله الهجوم، هو بيعتمد دايما على انه بيلعب مع الفتره اللي فاتت دي كلها فرق كبيره قوي وفرق خارج مصر وفرق داخل مصر و بيراميدز مش اقل من الترجي. اكيد طبعا انا طبعًا. بشوف ان بيراميدز اقوى، لم يكن افضل يعني ان يكون افضل بالفرديات بتاعته بالمعطيات بتاعته، لو كان عنده اوضه لبس قويه وما فيش تغييرات وفيش تدريب وفي ضغوط على اللعيبه دي كانت ادت اكتر من كده، كان بقى عندها حافز اكتر من كده. فهو على طول يعني مطالب منه ان هو الحفاظ على شكل وهيبه الفريق بنفس اللعيبه اللي هي بتديك معطيات يعني. النهارده مجدي قفشه بلال ما يبقاش شغال كويس قوي وفكره حاضر وبتاع وراجع من اصابه، وبعدين هي روح زقه حطه بره،
او ما اخليه في نص نمره 10 مثلا، ما هو بيعرف يجيد 10 والطرف وسبعه بيقدر يلعبها. عشان كده نص ملعب اللي انا بكلمك عنه ده بيريح مجدي قفشه في الحته دي، ما بيخليهوش على طول زي اجاي لما بينزل كده بيحتاجه في شويه، يبقى محتاج ينزل يدافع وبعدين يطلع تاني، في تشويش بيبقى في الغيابات لما بتحصل زي علي معلوم مش موجود. ماشي. مش هتلاقي الحته الشمال زي ما انت نفسك فيها. انا كابتن شريف بيميل كتير قفشه على جنب من الاجنبي. لازم على طريقه اللعب طبعا على حسب الكابتن. معلش اتدخل في دي بس، كابتن بلال قال كلمه مهمه قال بتخلينا نفقد طرف من الاطراف. انا عاوز اقول لك يا كابتن بلال انه طريقه اللعب ما خرجش لسه من افريقيا، دي حقيقه. يعني انت بتلعب الترجي فبتلعب بيراميدز بنفس صيغه الترجي، بنفس السيستم ونفس السيستم هم كلهم زي بعض، لكن لما تلاعب فرقه تانية انا افتكر انه هيرجع 4-2-3-1 عشان يعمل اطراف. انت بتتكلم على اساس ان عشان الاطراف بتاعت بيراميدز ما بتلعبش باطراف. كابتن شريف قال كلمه مهمه، قال لك ان علي معلول واكرم توفيق بالطريقه دي بيبقى عندهم حريه كبيره قوي. هتبص تلاقي علي معلول دايما فاضي ناحيه الشمال، بس ده طريقه لعب علي معلول دايما يا كابتن عادل. ايوه كابتن بيعوض لك الحته اللي انت نفسك. انا معاك، انا معاك يا كابتن، خد بالك. بس احنا بنلعب 4-2-3-1 لما بنلعب 4-2-3-1 بيبقى في واحد على الطرف قدام علي معلول، مظبوط. احيانا بيجيب له المدافع، احيانا علي معلول لو شفته انت في ماتشات في الماتش الترجي هنا وهناك لما لعبنا بالطريقه دي علي معلول راح للخط الكورنر اكتر من يجي 15 مره. لا بس عايز اقول لك حاجه كابتن عادل، دي قبل كده مثلا في المباريات، يعني مثلا كنا بنشوف لما كان اجاي بيلعب قدام علي معلول كان بيبقى في تفاهم كبير جدا بينهم وبين بعض. انا فاهم يا كابتن التفاهم، لكن انا بكلمك على تغيير اللعب. انت بتشوف اكرم توفيق الكوره وهي بتتنقل مع حمدي فتحي بالذات لما بينزل ثالث في وسط الاثنين علي بدر بنون وايمن اشرف كان بينزل ثالث في وسطيهم، بتبص تلاقي بنغير اللعبه من السوليه على اكرم توفيق بيبقى فاضي. انا فاهم قصدك. جاي فاضي الأطراف. لانه أي. الاطراف ده الاثنين مجدي قفشه و مجدي او طاهر كان طاهر. جوه شويه ولو يكن طاهر بس علشان طريقه لعبه بيخرج بره كتير. خلينا بقى نتكلم ثانيه واحده يا ايمن بس. نعم خلينا نتكلم بقى ان نص الملعب اللي انت بتتكلم عنه ده عامل لك الامان بالنسبه للاطراف بتاعتك. طب كابتن شريف بعد اذنك ممكن نتكلم نقول فرقه بيراميدز هتلعب ازاي؟ يلا بينا. تشكيل بيراميدز النهارده هيبقى احمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد فتحي، ناحيه الشمال محمد حمدي، الاثنين اللي في القلب احمد ايمن منصور واحمد سامي، قدامهم مكتوب خمسه، يعني هم على الورق حاطين خمسه. الخمسه هيبقى دونجا، ابراهيم حسن، عبد الله السعيد، اريك تراوري، رمضان صبحي، وقدام ابراهيم عادل. طبعا هو ابراهيم عادل ما بيلعبش مهاجم وحيد، ما بيلعبش في راس حربه قدام، ولكن هم في السكور شيت مثلا اللي جاي عاملين ايه 4-1-4-1، اسلوب اللعب بتاعهم على الورق 4-1-4-1. احتياطي بتاعهم شريف اكرامي، احمد الشيخ، محمود صابر، عمر جابر، طارق طه، احمد توفيق، محمود وادي، محمود حماده، ودودو الجباس. كان عندك رؤيه للكلام اللي بيتقال يا كابتن اسامه؟ انت كمدير فني بتلعب بطريقه معينه، يعني كويس. مستر موسيماني كان بيلعب في معظم الماتشات 4-2-3-1 كويس، غير ل 4-3-3 في مباريات قليله قوي. ماشي. حصل جزء في سان داونز، حصل قبل كده مع اتحاد سكندري، حصل نتيجه ظروف مباراه. لانه ماشي. نتيجه ظروف مباراه او غيابات حد ماشي. او زي ماتش الترجي الاخير مجدي قفشه كان شجاز 100% ماشي. هناك وكمان بنلعب احيانا مع الفرق الكبيره بثلاثه ارتكاز ماشي. مع ان قفشه كان لسه راجع فعمل الشكل ده ونجح بيه وكسب 1-0. دي ما تقدرش توصل ان الشكل دفاعي. ما هو طالما بتلعب بثلاثه ارتكاز بتبقى مامن نواحي دفاعيه اكتر وعلى حساب شويه النواحي الهجوميه، بس لو اللعيبه اللي قدام مع الطرفين بيلعبوا مظبوط والاثنين اللي هم كان المفروض عمرو السوليه وديانج بيكملوا كويس هتحس بالشكل الهجومي هو مش هاي. مش هتفرق، لانك انت العالم كله دلوقتي طرق كتيره للعب فيها 4-3-3، في 4-5-1، في 3-4-3 شفناها حتى في الامم الاوروبيه رجعت تاني كتير جدا. فطريقه اللعب مش مشكله، لكن هي. هو وصل لشكل عمل بيه ماتش حلو قوي في الترجي ماشي،
ولعب به هنا ونجح برضو باداء كويس انه يكسب ثلاثه. ماشي. فطالما انا وصلت لشكل ادائي فيه كويس وكسبت نجح بيه يعني من الماتشين دولت من احلى المباريات النادي الاهلي عمله من الفتره الاخيره. صح. انا كمدير فني وداخل على ماتش بيراميدز شبيه بفرقه الترجي يعني مش فرقه قليله مع احترامي مش فرقه صغيره يعني انا مع احترامي لكل فرق الدوري يعني انا اقصد مش زي الفرق اللي في المؤخره فرقه تقيله وفرقه منظمه كان ممكن يلعب كان ممكن يفكر يلعب 4 2 3 1 مظبوط لكن هو ماشي بنفس الشكل بتاع الترجي بنجاحه في الاداء والطريقه أيه. فهيقول لك انا غير ليه ما انا ما الفرقه عامله ماتشين حلو قوي والشكل فالعب بنفس الشكل فانا اتصور عشان كده هو محافظ على طريقه اللعب بالثلاثه اللي هو حمدي فتحي وديانج والسوليه في النص وغير بس رامي ربيعه مكان ايمن اشرف وقفشه رغم انه كلام عادل وبلال مظبوط 100% وشريف انه قفشه بيميل اكتر للعمق وبيحب يلعب في العمق بيفضل علي معلول لكنها ممكن بتقلل قوه الجبهه شويه في الـ في الـ في النواحي الـ 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 الهجوميه شويه لانه غصب عنه بادائه بيحب يميل للعمق حتى في ماتش الترجي اللي هو هنا عمل اتنين تمريرات بينيه من العمق اللي هي اللي عملها لشريف الجون الثاني واللي عملها لحسين شحات فتملي اداء مجدي افضل في العمق لكنه احيانا بيروح للطرف لكن هو مش لعيب طرف صحيح. فهي دي مش عايز اقول بتتعب علي معلول هو علي معلول عشان هجومي قوي فلو ما معهوش حد بيلعب على الطرف في الدفاع بيقلل من انطلاقاته الهجوميه شويه لكن انت مستر موسيماني حافظ على بقى المجموع كله كفرقه احسن اداء حصل في الماتشين الاخرانيين بنفس الطريقه دي بنفس اللعيبه دي فهو مش فهو مثبت ومش هيغيره يا اسامه لغايه بعد نهائي افريقيا طيب تعالوا نروح طب كابتن اسامه كنت بتتكلم وقلت لك نطلع بس تقرير الماتش كنت بتتكلم على اسلوب اللعب وانت بتقول ان هو ثبت الطريقه اللي كان بيلعب بيها ماتش الترجي ولكن ماتش الترجي زي ما قال الكابتن احمد بلال هو عباره عن مباراتين فانت عندك مجموع المباراتين يوصلوك للي بعد كده ماتش بيراميدز ماتش واحد انت مطالب انك تكسب فيه انت قلت يبدو من الطريقه انها دفاعية بعض الشيء وهتقلل من طلوع بعض الأجنحة مثلا زي علي معلول هيبقى فيه ضغوطات عليه أنه يطلع كل شوية لا هو مستني مساندة طيب بالتالي قفشة ما بيلعبش كجناح فقفشة هيعمل مجهود مضاعف وقفشة بتظهر خطورته لما بيبقى في القلب إزاي هيتغلب عليها مستر موسيماني وإنت بتلعب بيراميدز ومطالب أنك تكسب النهاردة إن شاء الله لا ما انا قلت لك الـ 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 الطريقه مش هي اللي بتكسب عامه تنفيذ الطريقه ماشي. ولذلك انا قلت لك لعيبه الاهلي نجحوا جدا في ماتشين الترجي بالشكل ده فهو عشان كده مستر موسيماني ثبت الطريقه ما رضيش يلعب فيها ساعات انت كمدير فني لما بتنجح بشكل معين في مباريات مهمه خلاص بتفضل بنفس الـ 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 الشكل لان اللعيبه خلاص ماشيه الامور ماشيه ماشي فدي بقى بيتغلب عليها بايه؟ انه هو كان طبعا الماتش اللي فات واضحه جدا ان حمدي فتحي هو اللي بيلعب قدام قلبي الدفاع مظبوط كوسط ارتكاز مظبوط وثابت ويمينه ديانج وشماله السولي صح اوسع احيانا بيبدله بس هو كان في الاغلب فطبيعي التحرر شويه لديانج والسولي مظبوط تحرر طبعا وحمدي فتحي هو اللي واخد الرقم 6 اللي هو قدام الاثنين القلبين مظبوط الطبيعي ان طالما بتلعب بثلاثه ارتكاز كده لازم واحد فيهم بيبقى مامن ناحيه الباك لما بيطلع يعني ماشي. يعني دلوقتي مجدي قفشه مثلا بيخش للعمق ومحمد طاهر كمان بيخش للعمق حتى طلع مثلا اكرم توفيق او طلع علي معلول الطبيعي ان واحد زي عمرو السوليه بيميل شويه ناحيه الجنب اللي طلع منه علي معلول وقفشه ما بيبقوش هما الثلاثه طايرين في نفس الوقت لازم يبقى فيه تامين شويه من واحد فيهم فدي اللي ممكن سوليه يساعد فيها علي معلول لو قفشه دخل للعمق والسوليه طلع يبقى لازم حمدي يميل شويه السوليه هو اللي يميل شويه لو علي معلول طلع وقفشه دخل للعمق مفروض ان السوليه هو اللي بيميل شويه عشان يقفل الحته دي لو حصل فيها
هجوم مرتد يعني السوليه مش هيكمل معاهم لحد الاخر هيكمل بس ما بيطلعوش من جنب واحد كلهم هم الثلاثه يعني لو لما يطلع مثلا من الناحيه الثانيه ديانج ويطلع من الناحيه دي علي معلول وقفشه ويطلع اكرم توفيق فلازم حمدي فتحي بيبقى في العمق شويه لقدام والسوليه بيبقى مؤخر نفسه قدام حمدي فتحي بس ناحيه الشمال شويه اللي هي طلع منها الباك والجناح فدي نقطه طبعا مهمه انا بس سريعا اقول حاجه على فرقه بيراميدز طبعا جالهم مدرب جديد صحيح تاثيره مش هيبقى واضح قوي في المباراه لكن هو تاثير اللعيبه النهارده اكتر لانه اللعيبه احنا عارفين الانتقالات اللي حصلت من الاهلي البيراميدز في تحدي طبعا الموضوع خسارتهم لبطوله افريقيا الاسبوع اللي فات ترتيبهم في الدوري متاخر الناس منتقداهم جدا في موضوع ففي دوافع صح. عند اللعيبه تاثيرها هيكون اكتر من تاثير المدرب لانه لسه الراجل جاي بقى له يومين ثلاثه مظبوط ولكن هو عنده مشكله شفناها كلنا في وادي دجله ان هو بيبالغ قوي في بناء الهجوم من تحت مزبوط. مهما كان الضغط بس عليه بس دي مش هتنفع في بيراميدز معاه ما هو انا بتكلم على اسلوبه هو صحيح. لكن ممكن صحيح. مع فرقه زي دي لو حصل كده هيحصل اخطاء لو النادي الاهلي ضغط مظبوط هتعمل مشاكل عليه طيب تعالى نروح مع بعض للملعب المباراه وزمايلنا في الملعب كريم احمد وفاروق صلاح كريم احمد النادي الاهلي وفاروق صلاح لبيراميدز ونشوف معاهم اخر المستجدات في ملعب المباراه قبل انطلاق المباراه مباشره اتفضل يا كريم يمكن زي ما شفنا البدايه النهارده دي اول مواجهه ما بين مستر موسيماني وتاكيس جونياس الفرديه بتغلب بعض الشيء على اداء لعيبه بيراميدز هم عندهم اسامي تقيله ولكن على المستوى الجماعي عندهم ضعف شويه هل هم عشان كده جايبين تاكيس جونياس والله بص يا كابتن هي حته انه جابوه على اي اساس مش معروفه لا ما هو لازم لا ما بتبقاش معروفه في اساس يا كابتن لا ما فيش اساس يعني هو راجل بص يا كابتن يعني هو دايما اي حد بيجيب حد يقول لك ايه لازم انا عايز حد اجنبي يكون عنده تجربه مصريه ماشي. يا تجربه افريقيه بس خلي بالك مفيش اي فرق بين اي افكار ثانيه يا كابتن خالص أولاً بتحكم أولاً الموضوع اولا انت لو فكرت في السي في بتاعه ما تجيبوش نجيب ارقامه معانا ارقام نجيب ارقام لما كان مع وادي دجله بس ارقامه مع وادي دجله مختلف خلي بالك ايوه لا بص يا كابتن انا دلوقتي السي في نجاح ما بيبقاش فيه فشل لما تجيبني لما اكون عندي فشل وتجيبني تبقى انت جايب فكره أيوه. هو عاوز يعمل فكره جديده ايوه بالظبط شوف خلينا نعترف بيرمد لعيبه جامده قوي مظبوط فلوس عاليه جدا ولكن على المستوى الجماعي ما بتديش انا هكمل لك ماشي فلوس عاليه جدا اول بص تاكيس جونياس مع دجله بص لعب 54 فاز 15 خسر 24 ولازم يخسر 24 وكان هينزل درجه ثانيه واكتر من مره لكن تعادل 15 مره بص يا كابتن الامر في ايه الامر هنا مفيش حاجه اسمها مقاييس في حاجه اسمها علاقه ايه هما اتجاب علشان انا اعرف بيراميدز كويس بتدار ازاي بيراميدز لو كان عندها اوضه لبس زي ما الكابتن شريف قال كويس واتقال عندها اداره عاليه على اللعيبه دي تاخد دوري وتنافس النادي الاهلي كويس. وتنافسه قوي كمان ماشي. لانه اكتر فرقه بتصرف فلوس في مصر وجابت لعيبه غاليه جدا ولعيبه كبار قوي وعندها اسماء كويسه لكن عمر ما الاسماء بس بدون اداره ما بدون فكر منظومه تمشي كويس صحيح. دي حاجه الحاجه بقى المهمه اللي انا عايز اكلمك عليها لما يجي مدرب انت ما تاخدش منه حاجه النهارده ولا بكره ولا بعد ولا خمس ست ماتشات انت عشان المدرب ده يبان شغله مع نادي بيراميدز لازم تشوفه في الموسم الجديد هو يكمل الموسم بس خلي بالك ده عدد افكاره ايوه ما انا عارف يا كابتن ما هو الفكره مش واضحه هي بص يعني تكمله بيكمل حاجه زي كل زي كل المدربين اللي بيتغيروا في الدوري المصري بيتغيروا ليه انت ساعات بتجيب مدرب كان بيبقى الثاني في الدوري بيمشي كويس. بتجيب الاخير يمسك الفرقه معاك التانية. معاك بس هل اسلوب لعبه اللي كان بيتهجه في وادي دجله والتحضير كنا بنشوف حتى من بدايه حرس المرمى لا هو اتعلم في وادي دجله هيتعدل بيبتدي لا لا هيتعدل هل الكلام ده مش يقدر يطبقه في بيراميدز مش هيعمله هو اتعلم في وادي دجله
يعني عمل فؤاد دي عمل تجربه بس ده اسلوبه. لا يا كابتن مش اسلوب، مش هيبقى اسلوبه ابدا. يعني كنا بنشوف البيلد اب يمكن بيتعمل من عند مش هيبقى اوس اهو. بص مثلا يا كابتن قدامنا على الشاشه عارف باص وكده لان ما كانش بص منين هي كابتن مش هيبقى عنده عبد الله السعيد ماشي، مش هيبقى عنده رمضان صبحي ما كانش عنده مش يعني لا ما كانش عنده الناس هي. دي هي. الاسماء الثقيله قوي كويس. اللي هم هي مش هقول لك هيجبروه، هو مش هيناسبهم اللعب ده مش هيلعبوه. وهو انا بقول لك استفاد من فتره وادي دجله ان هي ما ماشي. عملتلوش حاجه ما ماشي. اضافتلوش حاجه لان الموضوع وادي دجله لما كان قال لك انا بعمل مشروع لعب من تحت، هو كان بيعمل الحاجه الاولانيه ما بيعملش الثانيه كويس. هو بينقل فقط لا غير كويس. هو جاي كاني بنلعب باللمسات، اللمسه حلو. تبقى جول. هو بدايته النهارده مع بيراميدز لا ملوش يد فيه خالص، مش مسؤول عن الماتش بقولك يا عادل. يعني هو بره المباراه اسلوب اللعب اللي بيلعب بيه اللي هو التحضير من تحت ده مع اختلاف نوعيه اللعيبه ويمكن في بيراميدز تقدر تنفذ له كل بص بص مش هيقدر يفرضوا عليه. بص يا كابتن هي 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 يعني نوعيه اللعيبه. لا بص يا كابتن طبعا نوعيه اللعيبه هتفرق طبعا، ولكن هي الفكره في ايه؟ هو مش المشكله انه كان بدايه اللعب من تحت، ما طبيعي كل العالم بيبدا الكره من تحت، ولكن ما عندوش تغيير لما يحصل اخطاء في البدايه من تحت. صح يعني مهما كان يعني ماتشات كتيره مثلا عبد المنصف بيبقى او السردباكين مضغوطين لدرجه اخطاء قاتله بتخسروا 10 ماتشات ورا بعض وما يستتش برضه وبرضه بتصر عليها ماشي اصر عليها عشان انجح فتره، لكن وانا مثلا اكون مهدد ويبقى اخطائي هي 10 ماتشات. هي دي النقطه مش يعني لا بس اكمل دي. يعني انا اقصد هي الفكره مش ان هو بيبني من تحت، ما طبيعي كل هو يعني هو عنده غير كده. لا ماشي ابدا من تحت. فهمت انا الفكره؟ لا انا عايز اساله ان الاسلوب ما بيتغيرش. الاسلوب ما بيتغيرش. هو عنده عادل غير كده واحنا ما شفناهوش يعني عنده. هو ده كان اسلوبه يعني انت النهارده عايز تقول لي ان هو هيغير حاجه؟ لا 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 بس ممكن ممكن لو لعيبه بيراميدز حسوا لا حسوا ان مثلا النادي الاهلي بيضغط عليهم وبيخطئوا ممكن جدا يغيروا الشكل. مش هينفذوا الكلام لانه انت هتخسر. انا حاسس ان دي انسب طريقه للعيبه. كابتن خلينا ماشي ما انا ما بقولش. اتفضل يا كابتن. عاوز اكمل الفكره بتاعتي يا كابتن. اتفضل. اتفضل. في مدرب لانديه على قدره ايوه ويلعب مع لعيبه. بص يا كابتن اسلوب بيراميدز اهو. لا خلينا على الشاشه. اسلوب بيراميدز والنادي الاهلي بيضغط عليهم نفس طريقه اللعب. خلي بالك في نفس في بص يعني في تشابه في كابتن. اي لا اي فرقه في الدنيا لازم تبدا ما لازم في بناء من العالم دلوقتي الاجوان بيبداوا من الستة ياردة. ما هي مش الارض كده. انا باخد الكره من الستة ياردة وبقعد ابص كده عادي. هي الفكره في المدرب مش دي. انا الفكره الثانيه ايه هو بيعمل ليه عشان يعمل ايه. هو ما كانش بيعمل الثانيه خالص ولا كان في دماغه لانه عشان الامكانيات برضو. لا مش الامكانيات يا كابتن. كان فرقته كويسة لكن علشان عدم النجوم اللي كانت عنده بمعنى ان الطموح كمان ما كانش محتاجينه. يعني هم مش عايزين ياخدوا دوري ولا عايزين يلعبوا في الأربعة. يعني قصدك ان النجوم يسببوا له مشكلة طبعا بيرنز. طبعا اصله خلي بالك انت لما بتدرب نجوم غير ما بتدرب لعيبة عادية. هو ايه الفرق الكبيرة مع احترامنا للعيبة الدجلة ولعيبة الفرق لا كلها. لا هي الدنيا كده. انت دلوقتي لعيبة النادي الاهلي ليهم نظام معين لازم مدرب بشكل معين. ما ينفعش تتكلم كلمة غلط مع لعيب كبير. انا مش بقول ان هو لعيب يبقى اقوى منك. لا طبعا. لكن انت لازم تبقى عندك الفكر انك انت اوضه اللبس بتاعتك تبقى منضبطه. لازم تبقى قوي عليهم وكل حاجه بس في نفس الوقت ما تبقاش متسلط عليهم. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا وادي دجله لما كان بيلعب ويخطا في المباراه 5 مرات من عبد المنصف لما يبص اللعبة المدرب يقول لهم العبوها تاني. أيوه. انا لو لعيب انا لو كابتن فرقه في جوه الملعب هقول له يعني ايه العبها هنا بقى لو رمضان صبحي ولا عبد الله السعيد ولا كذا كذا مش هيقدر. ده المدرب بتاع بيراميدز من اسباب مشه الخناقه الاخيره بتاعت ابراهيم ابراهيم حسن الخناقه الاخيره نتائج مش عايزين نتكلم فيها. محمد فاروق مش عايزين نتكلم. لكن اللي انا عايز اقوله لك ايه عاوز ارجع بس الموسيماني في 3 مباريات الترجي بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها. اتفضل. المباراه الاولى والمباراه الثانيه وادي مباراه بيراميدز كويس لعب المباراه الاولى بطريقه
ما لعبش بثلاثة ارتكاز يا كابتن، ده لعب بحمدي فتحي سردي باك تاني، ودي كانت الفكرة الهائلة منه. صحيح. انه كان علشان يعمل ايه؟ عشان يحرر علي معلول، علشان لما ينزل هو وسط ايمن وبدر بنون يتطرف ايمن اشرف باك ليفت، لما كان بيطلع رجع من إصابة وهو محتاجه ان هو يعمل المجهود الامامي. صح. لما لعب المباراة التانية حمدي فتحي اتحرر شوية عشان بنلعب على ملعبنا، فطلع نص الملعب شوية. النهاردة هيلعب بنفس طريقة الترجي، بس أني فيهم هل الأولى ولا التانية، ولا هل بالطريقة النهاردة اللي ممكن السلية هو اللي يطلع شوية قدام علشان قفشه يجي على الطرف عشان يرجعها تاني 4-2-3-1 في طريقه اللعب. قصدك ان التنفيذ ممكن يختلف في الملعب. ما هو يا كابتن ال- 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 التكتيك ما فيش فرقه بنقول بتلعب مثلا 4-2-3-1 ولا فرقه بتلعب 4-4-2. انا لما بهاجم بلعب بطريقه، ولما بدافع بلعب بطريقه، ولما عاوز اجمد الكره للفرقه الثانيه العب بطريقه. صحيح. فهو المرونه التكتيكيه بتاعت، ودي عند اللاعب اكتر من المدرب. احيانا اللاعب انت بتدي له مهام يا كابتن يعمل ايه، يطول لك من المهام، انت هتقول له لا. يعني عاوزين نتكلم على جارديولا مع ميسي، كان يقدر يقول لي ميسي اقف ناحيه الشمال ودافع ولا ما تدافعش؟ في فرق في الاختلاف. لا انا بتكلم على انا بتكلم على المدرب واللاعب. انا بكلمك على اللاعب ايه، في لعيبه جوه الملعب، في لعيبه جوه الملعب يا كابتن ايمن، انا فاهم قصدك، لعيبه كبار. ايوه انا فاهم قصدك. يا ممكن تدي له مهام يعمل لك مهام زياده. انت لما يجي مثلا تقول لقفشه في الوقت الحالي كابتن، معظم التغييرات بتبقى دفاعيه وفي نص ملعب مش في الحته الهجوميه. الحته الهجوميه 90% بتعتمد على قدرات وامكانيات اللعيبه اللي موجود. انا بس يعني مثلا في فرقه في العالم يا كابتن ايمن اي لما بنيجي ندي مثال احنا بندي بمثال بدول في اسبانيا، لكن احنا هنا في مصر لما يجي لعيب كبير، ما هو الفرق ما بين اللاعب الغالي واللاعب. طب انا عايز اقول لك، انت برضو انت دخلتنا في حته تانية. يعني انت بتتكلم مثلا عن قفشه. قفشه ده كان لعيب في بيراميدز. لما تيجي تقارن، انت بتتكلم على منظومه، خلي بالك. ايوه طبعا بتتكلم على منظومه. تمام. لما تيجي تجيب ارقام قفشه في بيراميدز وارقام قفشه في الاهلي هتشوف فرق كبير جدا. لما تجيب ارقام رمضان صبحي في الاهلي ورمضان صبحي في بيراميدز هتشوف فرق كبير جدا جدا جدا. وايام قفشه ايه؟ هتشوف طموح غير الطموح كابتن. ايام قفشه كانت فرقه ايه كمان؟ احنا بنتكلم على يعني انت بتتكلم على فرقه مش مؤسسه. حلو. احنا بنتكلم النادي الاهلي مؤسسه. انت بتتكلم النادي الاهلي سيستم. حلو. النادي الاهلي امكانيات. بص بس ممكن الامكانيات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. أيوة. اللي هي التكامليه اللي هو مع بعض. كويس. ممكن يعملوا ناتج كبير، لكن في بيراميدز افراد. ماشي. افراد يعملوا ناتج فردي بس. ماشي صح. علشان كده ما عمرهم ما يعملوا بطوله. ماشي. بس بص بقى تاثير قفشه في بيراميدز وتاثير قفشه مع النادي الاهلي. الاهلي اهو. بص عندنا، بص يا كابتن معانا الرقم. هو لعب مع النادي الاهلي 78 مباراه، مع بيراميدز 24 مباراه، مع النادي الاهلي جاب 13 هدف، مع بيراميدز جاب 6، مع الفرق طبعا مع الاعتبار فرق الماتشات، وصنع هنا 20 هدف وصنع في بيراميدز 6 اهداف. هنا يا كابتن هو ممكن يكون عمل اكتر. كم البطولات بقى؟ بص البطولات. خمسه بطولات غير برونزيه كاس العالم، وفي بيراميدز زيرو. القيمه التسويقيه كانت 1.2 مليون يورو في بيراميدز، ده الماركت دلوقتي. ودلوقتي في النادي الاهلي قيمته التسويقيه بقت 2.2 مليون يورو. وحاجه ثانيه مهمه. قفشه لا، الجون بتاع الزمالك لوحده اللي هو بتاع فاينل افريقيا هي علاه جدا، وعلاه قوي كمان، وخلاه يبقى حاجه كبيره للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. غير كده قفشه نفسه. ايوه. قفشه نفسه كلاعب هو لقى نفسه في النادي الاهلي لانه بيعمل حاجه واحده داخل ضمن منظومه. ما ينفعش يبقى زي بيراميدز. بيراميدز احيانا يعني انا لعبت قدامهم مباراه، احيانا خمس دقائق تلاقيهم بحال وخمس دقائق تلاقيهم بحال. ليه؟ علشان ما فيش سيطره عليهم. في النادي الاهلي في سيطره. لا، وفي نقطه ايمن تكمله لدي، في شخصيه النادي طبعا فرق غير عادي في البطولات، في الجماعيه، في التنظيم والاعلام وحاجات كتيره. صحيح. جماهيريه، كل الكلام ده. ولكن شخصيه اللعيب برضه، بمعنى
انه قفشه لعيب عنده شخصيه في الملعب وقادر يستحمل تيشيرت النادي الاهلي. مزبوط. لكن انت في المقابل في لعيبه كتير واحنا عاصرناهم قلنا من انديه اخرى. صحيح. وكانوا نجوم في انديتهم ولكن الضغوط ولكن جوم النادي الاهلي ما قدروش يستحملوا فانيله النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. مزبوط. وبالعكس كيرفوم قل كتير. صح. جدا. صح. فشخصيه اللاعب فيها جزء وشخصيه النادي فيها جزء اخر. يعني لا حاجه مهمه يا كابتن اسامه خلي بالك ممكن اللاعب يجي يغير يجي كده اللي عاوز اقول لك المنظومه بترجعه تاني. احنا بنبقى تروس. هي النادي الاهلي نجاحه في انه ترس بيركب في ترس. أي. لو حصل وترس يعني عمل كده واحنا شفنا لعيبه كتير قوي لا ما كانش يعمل كده بص تلاقي ترس ده بره ما اتكلمش يطلع بره على عادي. انا مش بتكلم على اللي هو سلوكه سيء انا بتكلم على انا فاهم انا في واحد حتى سلوكه كويس بس مش قادر شخصيته مع فرقه النادي الاهلي بيديله مهام. بص يا كابتن انا بكلمك على اللاعب ده بياخد مهام معينه انه ممكن يشتغل فيها لكن هي اهم ما في الموضوع 60% اداره. طيب طبعا كره القدم كده. كابتن بلال هو الكابتن عادل يعني بين لنا ان وجود تاكس النهارده في الملعب ممكن يبقى ليه اثر عكسي على لعيبه بيراميدز. بص يا كابتن شوف اولا تاكس مدرب بيحب يلعب كوره راجل عنده فكر وعنده امكانيات تمام قدر يخر يعمل من نادي وادي دجله ستايل يعني انت دايما المدير الفني بتاعك المفروض مفترض الشخصيه بتاعته بتظهر على الفرقه حتى لو حاجه بسيطه جدا. صح. مع امكانيات وادي دجله وامكانيات اللعيبه بتاعت وادي دجله والناشئين واللعيبه ما عندهاش اكسبيرينس عاليه ومع ذلك قدر يصنع تيم بيعرف يلعب كره كويس. عنده مشاكل كبيره جدا المشاكل الكبيره جدا تتلخص في الحاله الدفاعيه مش في الحاله الهجوميه. معلش نطلع فاصل وبعدين نرجع مع فاصل نكمل كلامنا عن تاكس جونياس. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال قبل الفاصل كنا بنتكلم على تاكس وفي ضوء التشكيل بتاع بيراميدز النهارده هم على الورق 4-1-4-1 هل هو هيطمع في المباراه من بدايتها ودي اول مباراه ليه على فكره اول مباراه النهارده بين مستر موسيماني وتاكس ولكن هم لعبوا ضد بعض من 30 سنه في الدوري اليوناني الاثنين لما كانوا لعيبه كوره لما كانوا لعيبه كوره مين اللي كسب فيه 30 سنه انا مش فاكر. شوف تاكس ده يعني انا بشوفه انا من وجهه نظري الشخصيه بقيمه كمدرب كويس مدرب وليس مدير فني. تمام مدرب لانه هو راجل تعليمي بيعلم بيحب يعلم يعني شفنا فادي دجله بيلعبوا كوره ممتعه جدا جدا لكن كوره بلا هدف. يعني في النهايه انت بتعمل انت عندك ستايل في اللعب عندك ستايل حلو زي كويس. الفل لكن انت بتدور في الاخر على ايه على متعه الاداء مربوطه بالنتيجه مربوطه بالنتيجه هو بيعلم كويس اللعيبه بيقف كويس قوي بيحضره بشكل كويس جدا لكن الفينش انت بتدور عليه في بعض الاوقات والاهم من كده كيفيه انك تدافع وتغير رتمك اثناء الماتش. كابتن اسامه قال حاجه مهمه جدا في الفاصل قال انا ممكن اكون كسبان 2-0 تمام في وقت من الاوقات لازم يتدخل المدير الفني. صح. لتغيير الايقاع. صح. تمام لتغيير التشكيل لتغيير الاداء لتغيير الخطه عشان خلاص يعني 2-0 غير 0-0 زي ما احنا بنقول الاهلي لو كسبان بالقاهره 2-0 فبيروح هناك يلعب بطريقه مختلفه زي مستر موسيماني لعب هنا كان كسبان سان داونز 2 راح هناك بيلعب بطريقه مختلفه تماما فجينا بطريقه لعب مختلفه شويه لكن هو ما بيغيرش طريقه وخلي بالك كمان زي ما انت بتقول ما بيغيرش مستر موسيماني يمكن كمان عملها على مدار المباراه اكتر من مره هو راجل فليكسيبل يعني عنده مرونه تمام ممكن يلعب النهارده بطريقه مختلفه يغير لعيب يفاجئنا بتشكيل شوط وشوط اداء مختلف شويه مزبوط. ممكن النهارده خد بالك من طريقه ارجع لمستر موسيماني ممكن النهارده بعض الاوقات الاهلي يلعب بطريقه 4-4-3-1-2 يعني ممكن يبقى قفشه البلاي ميكر ويبقى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في بعض الاوقات هم الاثنين السترايكر ويعتمد على اثنين في القلب مش واحد بس واتعملت كتير جدا في بعض في اوقات كتير جدا لما قفشه بيضم للقلب خلاص طاهر محمد طاهر بيكمل عشان انت عندك طرفين فيبقى هو راسين حربه ومعاهم الطرفين بيكملوا اكرم توفيق وعلي معلول فبتغير طريقه لعبك عشان تلعب باتنين فراود. ازاي يلعب تاكس النهارده؟ بص تاكس اعتقد من وجهه نظر الشخصيه انه مش هيغير كتير من اسلوب اللعب بتاع المباراه اللي فاتت تمام؟ هيلعب بنفس طريقه اللعب هو ابراهيم عادل يعني حاجه ستايل من محمد شريف كده شويه هو لعيب اصلا لعيب وينج بس بيلعب على الجول بس بيلعب على الجول كويس فالنهارده بيلعبوا سنتر فيرد واعتقد مش هيستمر كتير في الحته دي مع المدير الفني لان هو الراجل ده
تاكس من المدربين اللي بيعتمدوا على الفرود المحطه رقم 9 بيعتمد عليه، يعني هو بيحضر يشتغل على رقم 9 والاطراف بتطلع عشان يبتدي يعمل الكرات العرضيه، وده الشغل اللي كان بيشتغله مع وادي دجله. فالنهارده ممكن ما يعتمدش على ابراهيم عادل بشكل كبير جدا جدا جدا، هيعتمد على فرود، خاصه وانت بتشتغل معاك اثنين لعيبه تقال شويه، عبد الله السعيد لعيب كبير، رمضان صبحي لعيب كويس، بيلعبوا من على طرف الملعب، بيجوا من بره لجوه بشكل كويس قوي. فالمفترض وانت عندك اثنين زي دول يبقى عندك فرود محطه يقدر يشتغل في الكره، يعني هو كده ممكن يلعب 4-1-4-1 فعلا، ممكن ممكن بطريقه اللعب النهارده يلعب 4-1-4. هو مع بلال في الكلام دوت، هو كمان مش بس ابراهيم عادل، يعني هو بيلعب محرر الفرود، يعني احيانا هتلاقي ايريك تراوري هو اللي برضه فرود بس مش الفرود الصريح. صحيح. وهتلاقي ابراهيم عادل في جنب، ايوه، رمضان صبحي في وسط، او ابراهيم حسن في جنب، وابراهيم عادل في جنب، وايريك تراوري هو اللي واخد بيكمل كسكند سترايكر كده. ايوه، وتلاقيهم كمان اكنهم سته بقى في نص الملعب لما يجوا في المواقف الدفاعيه، يعني كانه بيلعب 4 ودونج نبيل عماد، بس انا في الورق اللي جاني يا كابتن اسامه، يعني انا جالي حاجتين، ان عمر جابر هنا اساسي، وفي حاجه ثانيه سمعتها ان ابراهيم حسن هو الاساسي. لا عمر جابر ده كان في الماتش اللي فات، الماتش اللي فات طيب. لكن هو غير تغيير النهارده، ابراهيم حسن ابراهيم حسن مكان عمر جابر منصور، واحمد ايمن منصور ده بدا احمد ايمن، مظبوط، اسامه جلال، هو دول التغييرين. صح. فهو بيلعب بيحاول يحرر الباكين جدا كويس. ده اللي حصل في دجله، بس انا النهارده ما اعتقدش هيبقى الاسلوب كده لانه ما لحقش. هو بيلعب بيحرر الباكين قوي، يعني بيطلع محمد حمدي ده لقدام قوي، بيطلع احمد فتحي لقدام قوي، وبيعتمد على التحضير من نبيل عماد دونجا والسردباكين والناس كلها تخش بقى تلم في نص الملعب، والباكين هم اللي يلعبوا كاجنحه. صحيح. بس انا اعتقد النهارده مش هيقدر، اولا مع النادي الاهلي، ثانيا ما بقالوش يومين ثلاثه، يا كابتن اسامه مش هيلحق يعمل بالظبط اللي هو عايزه. اول يومين من يومين مرن كام تمرين؟ ما انا بقول لك تمرينتين يعني. طيب. تمرينتين بعد ايه؟ بعد ما كانوا جايين من خساره هم. طبعا. ايوه. اللي هيحصل ايه في الفتره دي؟ لا يحصل في الفتره دي دايما لما بيبقى في خروج من بطوله وخساره رفع معنويات لازم يرفع معنويات نفسيا الملعب نفسيا. يبقى خلينا نبقى واقعيين، احنا لو عمل مباراه النهارده بيراميدز عمل مباراه كويسه هو ملوش دخل، مش هيبقى ليه فضل. لو عمل اكتر عن السيئه هو ملوش دخل. مزبوط. دي واحد، يعني مش هيبقى الدخل الكبير. هكلمك عليه ادي لما كان ماسك وادي دجله، انا ايه اللي كان اعتراضي عليه وطريقه لعبه؟ كان بيلعب مع احترامي للفرق اسوان زي الاهلي، الزمالك زي اسوان، ما الكباتن قالوا كده، يعني اللي هو عارف ايه اللي هو، ولا بيغير طريقه اللعب ولا هو فكره واحده. وحتى في المشكله كمان في النتائج لما كانت زي ما بلال اتكلم 2-0 زي 0-0 زي 5-0 زي 4-0 عشان كده حتى في ماتشات كتيره كان بيبقى متقدم 2-0 وبيلعب بشكل وبيتغلب يا كابتن، مفتوح جدا، بيوصل لان هو بيتغلب 3-0 يعني. خد بالك بس بيراميدز النهارده في طريقه اللعب ايه هي؟ انت لما تبص تلاقي البيراميدز رغم اداؤه السيء فهو الخامس في الناحيه التهديفيه في الدوري. طبعا مع الاتحاد، بس خلي بالك الناحيه الدفاعيه بتاعته سيئه جدا. لا ده الثاني الناحيه الدفاعيه 26 جول. ايوه يا كابتن، ده الثاني في الدوري، ده الثاني بعد مين؟ بعد الزمالك والاهلي. أيوة. يعني ايه يعتبر الثالث من الناحيه الدفاعيه، ولكن ومن الناحيه الهجوميه هو الخامس بحجم الاسماء دي. 26 جول ده كتير لكن جدا، لكن انا بكلمك في دوري 18 فرقه. لما اكون انا رقم 3 من الناحيه الدفاعيه، الثالث في الدوري من الناحيه الدفاعيه، واكون الخامس من الناحيه التهديفيه مع الاتحاد، اقدر اقول لك ان انا فرقه كويسه. يعني عندهم عناصر كويسه طبعا. عنده بص، انت لو جبت كل اهداف بيراميدز هتبص تلاقيها ما فيهاش جمله تكتيكيه قد مهاره فرديه. أيوة. قد امكانيات لاعب. أيوة. ما فيش الحته بتاعت انا عمري ما شفت لهم جون مكرر، لان ما عندهمش الناحيه التكتيكيه. النهارده بس جايبين جوال كتير من ضربات ثابته يا كابتن. بص يا كابتن، ضربات ثابته دي امكانيات لاعب. انا ما شفتش واحد لف وواحد عمل، هي بتترفع وبتتعمل. أيوة. لكن انا خليني بس اقول لك النهارده ايه اللي ممكن يتعب بيراميدز، يتعب النادي الاهلي. ان النادي الاهلي يبقى نازل عايز يكسب من اول المباراه. ايوه. انا اتمنى ان احنا نلعب معاهم بهدوء شويه. لان الفترات اللي فاتت واحنا بنلعب بيراميدز دايما
احنا بنبقى مشدودين سنه. ايوه احنا مش عاوز اتشد خالص. بالعكس انا لو ما اتشدش اتشديت النهارده مع بيراميدز اكسبهم كتير. أيوة. ومهم جدا انك انت تعمل النهارده نتيجه جيده عشان دخولك للسبعه مباريات اللي هتلعبهم في 21 يوم. أيوة. مشكله كبيره. انا ما استحملش في بدايه دخولي للدوري مع فرقه مش بتكلم ان هي منافسه، هي مش منافسه للنادي الاهلي خالص ولا يتقال عليها منافسه. أيوة. للنادي الاهلي، ولكن مفتاح جيد انك انت توصل انك تضغط على بس كابتن عادل. هم فرقه عندهم هجوم كويس ودفاع مش بطال يعني، مش بس عندهم مشكله في القلب. عندهم مشكله كبيره جدا في الاثنين السنتر باكس يعني، هم دي مشكلتهم. الهجمات المرتده عليهم فيها خطوره كبيره جدا، الكرات العرضيه عندهم خطوره كبيره جدا. انا بكلمك على الاحصائيه يا كابتن، انا بكلمك احصائيه. بص يعني انت لو مسكت الجدول، امسك الجدول تلاقيهم في الاحصائيه الخامس من الناحيه التهديفيه، يعني هو قبل 11 فرقه او 12 فرقه في الدوري او 13 فرقه في الدوري. الناحيه الدفاعيه الثاني بعد الاهلي، يعني اهلي زمالك واهلي من ناحيه التهديف اللي دخل فيهم، وهو الثالث رغم انه لعب مباريات اقل، فهو في التهديف كويس. انا 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 مشكلتي في بيراميدز حاجه واحده بس، اوديت لبس مفيش، بمعنى ده مشكلتهم هم مش مشكلتك انت. بالظبط. يعني هي دي المشكله اللي مع الفرقه كبيره زي دي المفترض اكبر. بس خد بالك كابتن عادل برضو، انا هقول لك على حاجه. كانت فرقه تسويقيه، الفرقه دي كان عندها اوضه لبس كويس من سنتين. اول ما جت وكان عندهم لعيبه اعلى من كده بكتير جدا، ومع ذلك خد بالك برضو ما خدوش بطوله الدوري العام، مش ما خدوش بطوله كاس مصر. هي برضو البطولات بس عملوا نتيجه جيده. انت كنت بتتكلم من شويه برضو يا كابتن، ما هو لازم يطلع. انت عايز بكام اللعيبه دي ويطلع يروح فين؟ لا ثالث في اول كابتن، مش يعني احنا على الهوا مش عايزين. لا لحظه لحظه، ما هو 11 دلوقتي، ما هو دلوقتي كابتن ما وصل 11 عشان ناجل خمس ماتشات. انا موافق، مؤجل له خمس ماتشات بس هو ال 11. ايوه انت بتتكلم في فرقه عمل الثالث اول سنه ليها تلعب في الدوري. ما هو السنه دي على فكره ممكن يعمل ثالث سنه برضه في بسيط، في غالبا يعني في نهايه الدوري هيفنش ثالث. هيفنش ثالث طبعا في نهايه الدوري. طبعا هتبقى بينه وبين المصري. ايوه في يعني يا كابتن، بس يعني قريب 99 يعني النهارده 90% بقى ثالث. المصري النهارده عنده كام يا كابتن؟ 43. وهو ناقص له كام ماتش بينه وبين المصري؟ خمس ماتشات بما تشوف فيهم ماتش الاهلي. ماتش يعني لو ان شاء الله يخسر ماتش، يخسر ماتش الاهلي، لو كسب الباقي هيبقى 46 نقطه. ايوه زي مصر، لو كسب الاربع ماتشات الثانيه يبقى 46، هيبقى اعلى من هيبقى اعلى من المصري. صح. بس هي الفكره كلها كابتن، انت قلت حاجه من شويه، قلت الفرق ما بين قفشه هنا وقفشه هناك. هو الفرق ما بينه وما بينه ان هو هنا في الاهلي وهنا في بيراميدز منظومه على فكره نفس الارقام، هنا 24 وسجل 6 اهداف، هنا 75 وسجل 13 هدف. أيوة. يمكن حتى بيراميدز اعلى شويه في الاهداف، لكن الفرق فعلا هو انك في النادي الاهلي. الجول في الاهلي له قيمه تسويقيه، الجول نفسه صح. الهدف صح. اللي بتسجله في النادي الاهلي يا كابتن له قيمه تسويقيه كبيره. ما هو ما انا بتكلم في كده، انت فاهم قصدي؟ الهدف في الاهلي يساوي بطوله، يساوي بطوله، يساوي رقم، يساوي رقم. ده الطموح صح. ده الطموح. انا اديتك مثال، انا اديتك مثال باهم جون جه للنادي الاهلي في اخر 20 سنه، الجون بتاع الزمالك بتاع قفشه. كاب شريف، مستر موسيماني يبدا الماتش ازاي؟ زي ما قال الكابتن عادل بهدوء وما يخشش في الماتش بسرعه وما يضغطش على الفرقه دي، ولا يبتدي ضاغط ويلعب باسلوبه الطبيعي؟ والله كلنا اختلفنا على اسلوب اللعب، و انه بيلعب بثلاثه ارتكاز، وانه بيطمعوا ان قفشه يكون نمره 10 ويكون جوه، وان يبقى في اثنين فراوده هم اللي. هل هيضغط عليهم من البدايه؟ لازم تضغط يا ايمن على فرقه زي دي ما لهاش التزام خالص. انا شايفني ساكت ما بخشش في في الحوار. دي فرقه انت بتلعبها النهارده ما عندهاش التزام خالص، لعيبه كلها احنا عارفين يعني ايه معنى اللعيبه، لعيبه كبيره قوي وكبار كمان، في احدهم كبير في السن كتير قوي، لعيبه احنا مش لازم الناس تصدق ان هم ده اللي عندهم، بس بنحترمهم كلنا، بنحب احنا بنروح نتفرج عليهم كلنا. انت بتسمع عن ماتش بيراميدز مش هتروح تتفرج عليه؟ لازم بنروح نتفرج عليه. فرقه لسه جايه من سيمي فاينل افريقي الكونفدراليه، بتلعب فرق زي رجاء المغربي بضربه حظ اربع مرات بيجي لهم، لو جابوا ضربه لو جابوا البينالتي ما كناش اتكلمنا كل الكلام ده. صح. ولا كان تاكس ده جه، ولا كانت الدنيا دي كلها بقت موجوده في هذا الشكل. فانا عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده بتلعب لعبك الطبيعي اللي انت بتسالني عليه. انا بضغط صح. على الفرقه دي، لان اي فرقه احنا بنلعبها الحقيقه بنضغط عليها بنفقدها نص قوتها. أيوة. ما بتخليهاش عندها تركيز، وخاصه أيوة. ان هم بره التركيز زي ما الكباتن كلها اتفضلوا قال صح. دول بره التركيز، دول كل واحد في اللي قال لك يا ريتني ما سبت الاهلي، واللي بيقول النادي الاهلي ده كان عظيم والكلام من ده ما اعرفش. عندكم الريفنج وعندكم انك انتوا تثبتوا في يوم زي ده بيجي لكم كل سنه مرتين
ان انتوا لعيبه كويسه قوي. صح. ده بينك وبين نفسك. صح. انما الالتزام والاوضه اللي اتكلمنا عنها ما مش موجوده. مظبوط. والصحراء يمكن اسلوب لعب تاكس ده ينفعهم لان هم لعيبه كوره كويسه قوي لما يبتدوا يديهم همسه كده او ملحوظه ننقل كوره الكوره هي اللي تجري مش اللعيب هو اللي يجري. هم محتاجين ده فعلا دلوقتي لان هم مش على المستوى الذهني والفكر دلوقتي ان هم يبتكروا اسلوب لعب جديد ولا حاجه. هم هيفضلوا زي ما عادل قال الفرديات وزي ما بلال قال ان هم اسماء كبيره قوي مش مطلوب منهم غير انهم ينفذوا. صحيح. هم بعيد خالص دايما ان هم ينفذوا الا اذا بقى انت اللي مديهم فرصه انهم يوصلوا عندك نص ملعبك انهم يعملوا كرات عرضيه. تراوري ده تبص تلاقيه بيعمل زيارات. ابراهيم عادل ده صغير شويه. انت لازم تقفل على الناس دي وتقلق. ما عندكش ميس باص انت النهارده. صح. النهارده ما فيش كونتر اتاك عليك. اللعيبه دي هتعمل ايه؟ بتحاول. انت بتلعب فرقه يا كابتن. أيه. بتحاول. بتحاول معاك في كل وقت. صحيح. انت اللي لازم يبقى عندك رد الفعل. رد الفعل دي اساس المباراه النهارده. أيه. اللي تخليك باذن الله اول تايم طالع متفوق وتاني تايم بتخلص المهمه كلها. وهتلاقي في الاخر احنا بنقول ايه؟ ده كان الوضع الطبيعي لما حدث في بيراميدز. قصدك انت عندك الفعل وهم اللي عندهم رد الفعل. يعني انت اللي مش هتبقى رد الفعل. انت مش رد فعل. انت البادي. انت البادي على طول في اي حاجه. تفوق ان شاء الله التهديفي هو اللي بيسكت الدنيا كلها. صحيح. بيسكت الملعب كله. بيديك النفسيه الصحيحه اللي انت بتلعب بيها الفتره اللي فاتت. صحيح. كابتن اسامه سريعا توقعاتك لسير المباراه في الشوط الاول. اعتقد ان هيبقى في تحفظ شويه في البدايه من الفرقتين. من الفرقتين. مش ضروري. انا اتمنى ان زي ما كابتن شريف بيقول ان النادي الاهلي يضغط من بدري لانك انت حاطط ثلاثه عندهم قدرات دفاعيه جيده جدا. و زي ما قلت لك فتره الراحه اللي النادي الاهلي خدها قدرت تخليه يقدر بدنيا يبقى جاهز انه يقدر يضغط ديانج وحمدي فتحي والسوليه. وبعدين اكرم توفيق كمان من مميزاته اللي انا بتعجبني فيه انه هو اللي تلاقيه بيضغط ويهاجم الجناح اللي بيلعب عليه. صحيح. يعني ما بيقعدش يحلق كتير. مظبوط. فنقصد عندك لعيبه عندها كتير كميات الجري كويسه. خاصه احنا قلنا مستر تاكس جونياس مش هيلحق في يومين يغير الاسلوب او يفرض طريقته. لكن لو هو كلمهم كتير انه البدايه من تحت مهما كان الاهلي بيضغط عليهم. يعني قال للشناوي كده لان اللي انا اعرفه انه حتى في اصعب المواقف اللي كان عبد المنصف بيبقى محطوط فيها مع دجله ما بيرضاش انه يخليه طفش مهما كان. يعني ممكن يغلط ويجي في جون بس ما يطفش الكوره او ما يطلعش الكوره. فلو عمل الاسلوب ده يبقى زي ما انا الكابتن شريف بيقول لازم الضغط يبقى شديد من النادي الاهلي في البدايه. صحيح. لكن انا اتصور ان ممكن اللعب هيبقى كتير شويه في نص الملعب لان انت عندك خمسه وهم تقريبا ما بيلعبوش بفيرويد. يعني حتى الفيرويد ما بيعتبرش فيرويد اللي هو اريك تراوري او حتى لو هيغير شويه ابراهيم عادل ولكن اعتقد انه اريك تراوري هو اللي هيكون اكتر قدام. صحيح. فهيبقى في زحمه كتير في وسط الملعب وتحفظ شويه لغايه لما حد فيهم يقدر يجيب جون. صحيح. اعتقد كده. كابتن عادل ازاي مستر موسيماني يبطل الاوراق الرابحه بتاعه فرقه بيراميدز؟ الحته الدفاعيه مهمه جدا لان الخماسي اللي احنا بنتكلم عليه متحركين كويسين قوي عندهم مهاره كويسه عندهم سرعات كويسه. فاهم حاجه انك انت بدر بنون وحمدي فتحي زائد رامي ربيعه الحذر ثم الحذر. حته طلوع علي معلول واكرم توفيق لازم يبقى فيه التغطيه من السرد باكات وليس من السوليه وديانج لان الفكره خلاص ما بقاش السوليه وديانج بيدافعوا على الاطراف. السوليه وديانج بيلعبوا في الوسط هو حمدي فتحي اللي بينزل في القلب وبياخد طرف من الطرفين لا بدر بنون يمكن بدر بنون بيمين ناحيه اليمين بس مش كتير قوي. لما كان ايمن اشرف علشان بيلعب برجله الشمال كان بيميل لبره اكتر عشان يدخل حمدي فتحي من جواه. ولكن في الاخر اقدر اقول لك النهارده مشكله بيراميدز الحته اللي هي اللعب المباشر السريع نقل الهجمه تبقى عندهم مشكله كبيره فلازم مستر موسيماني ينفذها وبسرعات. لكن حته التحضير الكتير مع فرقه بيراميدز ينفذها وبسرعات على الاطراف ولا في القلب؟ لا في القلب. في القلب لان احنا اتكلمنا في مشكلتهم والكباتن كلهم اتكلموا ان مشكله بيراميدز في القلب مش في الاطراف. وانت كمان عشان تطلع على الاطراف هتطلع بمين؟
هتطلع بعلي معلول و50% اكرم توفيق، لان علي معلول بيعملها 100%، اكرم توفيق عنده الحته الدفاعيه اكتر من الهجوميه. وعنده بص يا عادل محمد حمدي وايريك تراوري ورمضان صبحي دي جابها جامده جدا. لا هو كمان طبعا لا وكمان يا كابتن انا اتكلمت في البدايه ما عندهمش مركزيه، هيجوا المكان اللي هو اللي كل واحد فيه عايزه. لكن الحاجه اللي انا شايفها النهارده في المباراه ان النادي الاهلي يلعب بتحفظ، مش بقى اقول بيدافع، المكسب هيجي ان شاء الله، بس اول فرصه مهمه لينا قوي. صحيح. لو فنشناها عن المباراه هتتسهل علينا فيلم. تمام. كابتن بلال توقعاتك سريعا لاحداث الشوط الاول. انا اعتقد بيراميدز هيبتدي ضغط على الاهلي من بدايه الماتش، هو فريق جريح يهمه جدا ان هو يعوض كل الخسائر اللي حصلت في افريقيا وفي الدوري العام بلعب النادي الاهلي، عنده طموح جديد او طموح متجدد، مدير فني جديد عايز يثبت جداره ويثبت كفاءه من بدايه، حتى لو كانت الجداره دي هتبقى عباره عن دفع معنويات او رفع معنويات لفرقه بيراميدز. فاعتقد ان هو وده اسلوبه وده الشغل اللي بيشتغل بيه، هو دايما بيحب يضغط من قدام تمام، لكن هو عنده مشاكل كبيره جدا في الحته الدفاعيه. استغلال النادي الاهلي لاخطاء وبطء قلبي دفاع بيراميدز هتبقى النهارده هيبقى عامل مهم جدا 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 جدا. الربط ما بين مجدي قفشه النهارده وشريف وطاهر هيبقى مهم جدا جدا في الكرات الطوليه او الكرات البينيه اللي ما بين السترباكين، حاجه مهمه جدا. النهارده هيبقى في ضغط كبير جدا جدا على اكرم توفيق. رمضان صبحي لعيب كبير عنده امكانيات وقدرات، مهم جدا ان اكرم ما يبقاش لوحده، لان برده اكرم عنده قوه تمام وعنده سرعه، رمضان برده عنده قوه عنده سرعه وعنده مهاره، فلازم يبقى في تغطيه على طول من احد الاثنين السنتر باكس الموجودين بتوع النادي الاهلي، سواء اذا كان رامي ربيعه او بدر بنوني، يبقى دايما في حته تكمله عشان خاطر ما تبقاش في مشكله على في حته دفاع النادي الاهلي، خاصه من ناحيه الشمال راحت ناحيه رمضان محمد صح. حمدي كمان او محمد حمدي لعيب، بص محمد حمدي لعيب كويس ضاغطين عليه، بص لعيب كويس بس قدراته الفنيه في الفينش مش عاليه قوي. اللي انت من وجهه نظري ده بلال اللي يحله لك حمدي فتحي، بمعنى انه لو نزل في قلب الاثنين هيطرفهم على بعض. نتمنى طيب. كده كابتن شريف سريعا، اخر مباراتين انتهوا بالتعادل السلبي، هل نقدر نشوف النهارده اهداف باذن الله مبكره للنادي الاهلي؟ لا باذن الله النهارده احنا لو كان لينا يعني توفيق في اول مباراه اعتقد ان انت هتلاقي فيه هيفي سكور النهارده يا رب ان شاء الله. كابتن اسام اعتقد المباراه هتبقى صعبه مش هتبقى سهله، والنتيجه هتبقى ضيقه ان شاء الله. الاهلي هيكسب بس اعتقد النتيجه ممكن تبقى ضيقه ان شاء الله. كابتن عادل برضو يعني زي ما الكابتن اسامه قال هيبقى في ان شاء الله مكسب النهارده ممكن للنادي الاهلي، واعتقد انه هيبقى مكسب كبير لو جبنا جول في البدايه. كابتن بلال في اهداف مش زي اسامه يعني ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله تكون للاهلي باذن الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. انا قلت الاهلي هيكسب بس يعني بس يكسب. يعني 1-0 كابتن هو كابتن لازم يحط بصمته شويه ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.